انا حكايه زوجتي طفشانه النهارده، بجدها النهارده 7 شهور واخده الواد معاها. ابني ده قعدت 7 سنين لما جبته ماشي، ولقيتها رافعه عليها قضيه خلع. فطبعا لما رحت المحكمه هناك لقيتهم بيرنوا عليا، قالوا زوجتك رافعه عليها قضيه خلع هنا، فما حضرتش. فالجلسه حضرتك اتشطبت ليها يعني. لقيتها بترن عليا بعدها بشويه، جايت لي اسحب انذار الطاعه وانا هنيجي. هي بتضحك عليها يعني، ما قلتهاش. اتفاجئ لقيت راحت رفعت عليها قضيه تاني في المحكمه. ليه بقى كل ده؟ نعم؟ ليه كل ده؟ قاعده تسافر السعوديه. ليه؟ تشتغل هناك. تشتغل ايه؟ تشتغل كوافيري. انا شغال كوافيري. وانا ما رضيتش حضرتك. عايز تطلق عشان تشتغل؟ انا اتفقت في جامعه الكوافيري سارحين بيها، اتطلقت بيها عشان تسافرك السعوديه. لان في واحده ركبت معايا قبل كده، انا شغال بالتوتوك يعني. واحدة ما اعرفش والله مين، نقابه هي. قلت لها انا اقول لك على حاجه بس عشان بس انا لسه متجوزه وما اعرفش ايه، عشان ما حدش يتكلم معايا. فاتفضلي. قالت لي في جماعه في الكوافير سارحين بزوجتها وهي اتطلقت من جوزي، ماشي هنسافركم السعوديه. وهي حياتها طويله النهارده اكتر من 7 شهور. طب قولي حضرتك مشكلتك ايه؟ يعني طالب مننا ايه؟ انا عايز اشوف ابني اللي بقالي 7 شهور ما شفتهوش. هو معاه في السعوديه يعني؟ لا انت مش في السعوديه، في اسكندريه. بس في حته في اسكندريه ما اعرفش. نفسي اشوفه يعني، بقالي 7 سنين، بقالي 7 شهور ما اشوفوش، اعرف شكله ايه ولا نظامه. طب انت عايز ابنك يجي؟ عايز ابني يجي. ولو هي برضه عايزه برضه تعيش برضه ما فيش اي مشكله. ايه مساء الخير. مساء الخير، الحمد لله. بقول لك دلوقتي احنا معانا زوج حضرتك وهو طالب يشوف ابنه بس. تمام ماشي، انا مش عايشه ابني. هو بيقول بقاله 7 شهور ما شافوش. بس هو بيكلمه فيديو. تمام، هو بيكلمه كل يوم الاول وبيكلمه فيديو. ايوه مش عايز يكلمه فيديو، عايز يشوفه. تمام ماشي، هو هيشوفه بقى عن طريق المحكمه، لان انا كنت هاورهوله بكل ادب وكل احترام، بس هو تمادى معايا وغلط فيا عن طريق التليفون. فلا، هو لما يشوفه عن طريق المحكمه احسن. احسن ليا وليه. هقول لحضرتك حاجه، لو هو تمادى معاكي او اتخانق معاكي بلاش تستخدمي الطفل كسلاح. يعني الطفل من حقه انه يشوف ابوه وامه عادي، هما بقى يتخانقوا، هما يتضايقوا من بعض. قصدي ما تنتقميش منه من خلال ابنه يعني. لا والله اقسم بالله انا مش بنتقم منه. لا انت بتقولي عشان غلط فيا. حاجه تانيه، مش بنتقم منه، انا ما عنديش حته الانتقام دي. بس حضرتك بتقولي لما غلط فيكي، بتقولي لما غلط فيكي ما رضيتيش توريه الولد. لا مش كده، ابني كان جاي له. تمام، انا كنت مكلمه اخوه الكبير وكنا مكلمينه. تمام، وقال لي عايزين سيف ونشوفه وكده. قلت له ماشي تمام يا ونس، احنا الولد هيجي وعادي. واتفقت مع اخوه ان انا هرن عليه ويقابلني وياخد الولد يقعد معاه زي ما هم عايزين. تمام، بس هنتفق ان هو يرجعه لي في الميعاد اللي هنتفق عليه. فقال لي تمام ماشي حاضر. جينا احنا بقت ايه، في تاني يوم على طول لقيت صور للولد عماله تنزل على الفيس. وابني يعني ابني في سنه تالته ابتدائي وما شاء الله عليه بيجرى وكده وفاهم الدنيا ماشيه ازاي. يفتح الفيس يلاقي صور ونازله ويلاقي كلام مكتوب عليها. يعني ما ينفعش، انت المفروض ان انت راجل. مكتوب على مين؟ ان انت ما تعملش حاجات من دي علشان ابنك. اللي يشوفه يرن عليه. مكتوب على مين؟ على الولد. هو حاطط صوره على الفيسبوك وكاتب ايه عليه؟ مش فاهم. كاتب على الفيس حسبي الله ونعم الوكيل، ده ابني متغيب وضايق واللي يشوفه يقول لي هو فيه. ليه عملت كده؟ ابني مش ضايع، ابني جاي ما هو كان معاه ولا هو مخطوف ولا هو ضايع ولا اي حاجه. انا نزلت قعدت 7 شهور بعت صور. لا بتقول عنه. بيقول لك انه نزل الصور لما منعتيه عنه. لا لا ايه؟ لا انا ما منعتوش. وهو انا مسافرين كمان 7 شهور. انا بقيت بعد 7 شهور ما نعرفش ومش هيشاه. وهو بيخطط ان هو ياخد الولد، لان انا عارفه، لان انا معاشره باسم وعارفه ابني لو نزل له من غير طريق محكمه يا استاذه ريهام ابني مش هشوفه. انا مش هشوفه. هي اي ست بتمنع راجل ان يشوف ابنها بتبقى خايفه ان هو ياخده بيه خالص. ايوه انا مقدره الخوف ده كده. وهو عايز، انا لما كنت بروح بيت ابويا غضبانه، لما كنت بروح بيت ابويا غضبانه كان بياخد ابني مني.
كان هو ماسك ابني كده، ماسكني انا من ايدي اللي بتوجعني ويقول لي ابنك اهوت وياه مش هتعديه. وكنت بقعد، انا اخر مره قعدت 3 شهور في بيت ابويا، اقسم بربي انا في ال3 شهور ده ما شفت ابني مرتين على بعض. ولما كان الولد بيجيني جالي مرتين، وكنت بقول له ما بتجنيش ليه يا سيف، كان بيقول لي انا بعوز اجي لك، واقول له وديني لماما، يقول لي ماما دي انساها، ماما دي اعتبرها ماتت. طب انت ليه بتقول للولد كده؟ يعني المفروض ايه، هو عايز ان اصلا عايز كده كده في الحالتين الولد المفروض ان هو يبقى معايا، هو عايز يصالحك ويرجع لك. ما عندكيش انت اي استعداد؟ لا خالص. ليه بقى؟ عشان شغلك؟ خالص خالص يعني. عشان بيقول انك مسافر السعوديه تشتغلي كوافيره او حاجه كده؟ لا، اولا انا كنت شغاله عندنا، يعني كنت شغاله كويس والدنيا ماشيه تمام، فلقيت يعني حد من اسكندريه منزل حاجه على الفيس ان هي بتدي كورسات يعني وكده. فالمهم ان انا روحت برضو اشتغلت على نفسي وخدت كورس برضو، والحمد لله يعني الدنيا مشت معايا تمام وكل حاجه. فانا كان حلم عمري، انا كان نفسي ان انا اسافر، يعني اسمع ان في ناس بتسافر بره وكده، فقلت ليه لا، يعني لو جات لي برضو فرصه ان انا اسافر بره عادي، ايه المشكله؟ فيعني عادي زي اي حد بيبقى نفسه. فهو طلب من واحد صاحبه هناك، قال له عايز يشوف لي شغل عندك للمسيف، فقال له تمام ماشي. يعني هو اللي دور لك على الشغل؟ يعني احنا الاثنين مع بعض. يعني انت اللي دورت لها شغل؟ احنا الاثنين مفيش، ما لقيناش. اسف لوحدها. وقال لواحد صاحبه تاني، وحتى خد صوره البطاقه صورها وبعتها له على الواتس، وقال له اهيت وشوف لها شغل. يعني لا، ما بيقول لك على اساس ان احنا نسافر احنا الاثنين. ايوه هو بيقول لك على اساس ان احنا نسافر احنا الاثنين. ما ينفعش وما يتعشرش. ايوه هو بيقول لك على اساس ان انتوا تسافروا انتوا الاثنين مش انت لوحدك. لا لا، ده كان بيقول لي تسافري وقعدي هناك، يعني لو شهر ولا حاجه، واول ما تلاقيني شغل هناك تبعتي لي على طول. امال انتوا ايه اللي فرق بينكم؟ امال انتوا يعني هو امال انت ما هو كان مش ممانع انك تسافري، امال انت سبتيه ليه؟ عشان مش كويس. ليه مش كويس؟ عمل ايه يعني؟ مش كويس اسلوبه وطريقته في الكلام واسلوبه، والله ما حصل، وما بيحترمش قراراتي، ما بيحترمش رايي، ما بيحترمش رغبتي، حاجات كتيره يا استاذ ريهام، وتصرفاته يعني والله ما عارفه اقول لك ايه ولا احكي لك. ولا لا لا والله ما عارفه. بيقول ما حصلش خالص اللي بتقوليه ده، وان هو ما ولا تصرفات ولا اي حاجه خالص، ولا معدي بمرد الله في كل حاجه. لا ما حصلش، هو استحاله ان هو فيش. بصي يا استاذ الهم، محدش هيجيب على نفسه غلط، تمام؟ محدش هيجيب على نفسه غلط. اللي قدام حضرتك ده انا كنت شايله البيت، يعني هقول لك ايه، هو انا كنت شايله مسؤوليه في مسؤوليه البيت، هو ذات نفسه كراجل مستحيل ان هو يشيلها. انا بقول وهو سامعني، انا مش بقول من وراه. والبلد بحالها تشهد. ايه بتصرفي على البيت يعني؟ شايله بتصرفي على البيت؟ لا، كل حاجه على دماغها. بتصرفي على البيت يعني؟ بصرف على البيت. انت بتصرفي على البيت؟ على نفسي. انا والله ما حصل يا استاذ، ما جابليش خيط في ابره، ما جابهوليش. انا اللي كنت ملزومه بنفسي وملزومه بابني وملزومه ببيتي. طب وايه اللي قعدك 14 سنه طيب؟ تمام، وكل حاجه انا اللي كنت بشيلها وانا اللي كنت بعملها، ما كانش بيعمل لي اي حاجه خالص. والليله لما كان يقول لي مثلا عايز فلوس وكده، انا كنت كان بياخد الفلوس اللي هو عايزها. وساعات لما كنت مثلا ايام ما بيبقاش معايا ولا كده، يقول لي ليه معكيش؟ ليه بتودي فلوسك فين؟ طب بودي فلوسك فين؟ والله ما حصل يعني الكلام ده. طب انا بسد لك قرض وبصرف ده لك على بيتك وبصرف لك على ابنك، والله ما حصل الكلام ده، وبجيب لك في ابنك وبسد لك قرض وده يعني ايه بودي الفلوس فين؟ يقول لي لا ماني سايبك تشتغلي ليه؟ معلش بقى سوري في الله يا استاذ، ما حصل. هي كذابه والله، يعني كذابه في الكلام اللي بيقوله ده. يعني انت مثلا والله كذابه، قلت لك كده والله كذابه في الكلام اللي بيقوله ده. انت مثلا بتطفل عليا ان انا مثلا، والله كذابه في الكلام اللي بيقوله ده. هسد لك ده وده وده، والله ما حصل. وفي الاخر برضه كمان تاخد فلوس وكمان تشتغل. والله شوف الكلام ده عليها في كل حاجه. لا في شرع مين يعني؟ ماشي في شارع مين يا استاذ ريهام؟ قليل
طب هقول لك وانت حاجة، شايله مسؤولية البيت، يعني لا انت مش شايله قصدي، مسؤولية بس البيت قعدتي والصحة 14، وكل قعدت تقولي لي تشتغلي بيت تيجي بيت، تقولي لي اتفضل يا استاذ باسم. والله العظيم ما حصل. طب ليه؟ والله وحياة ابني ما حصل. وحضرتك بتشتغل؟ نعم؟ ليه؟ بتشتغل؟ اه ليه؟ دكتور. بتشتغل دكتور؟ معايا توك اه. هو اشتغل في أي حاجة يعني معايا شغل الحمد لله. بس هو ده الكلام ده ما حصل. واللي قدام حضرتك ده يا استاذ رحمة كان رايح يكهربني. أكهربك؟ كان رايح يكهربني أكهربك؟ وعشان كان عايز مني الذهب بتاعي وفلوسي، وأنا ما رضيتش أديهم له. تمام؟ اللي قام رايح جايب السلك بتاع الكهرباء ورايح والله يكهربني، يقول العظيم لي ما ده أنا حصل هموتك الكلام ده أنت كله، هي كل وابنك واحد بتخلع وأهلي مني. ومحدش فينا عايش، هتقلي ورايح فيها كل ده؟ والله العظيم ما حصل، أقسم والله بربي، العظيم ما أقسم حصل، بربي المصحف أيوه المحرر، بيقسم هو كمان. والله وبكتب العظيم ما عليكي حصل. كلمة من اللي بقولها طب بقول لك يعني أنا ويضرب بس الكلام ده ضربني كله عليا. فاكم نصيحة فاكم. ليكي إن يعني إيه، ما تستخدميش بس الولد يبقى بيشوف باباه ومامته عادي، وخدي ستي حضنته. ده اللي أنا قلته، ده اللي انا قلته. انا مش مقصره، انا فاهمه ده كله وعملت ده كله، انا كل حاجه ماشيه بيها، انا ماشيه بالقانون. تمام؟ لا لان اصل هي انا عارفه حكاية بقى برضو انت ان هو مامته يروح وبابا، يشوفه. فعشان كده انا كل حاجه انا عندي بعملها بالقانون. ايوه حكاية انه يروح يشوفه نص ساعة تحت حراسة وكده، دي بتبقى وحشة اوي على نفسية الطفل. شوفي يا استاذه ريهام، هو اللي بس انتي عمل مش كده. ضامنة ان هو يرجعه صح؟ ايوه، وهو لو خده مش هيجيبه. انا بقول لك وهو سامعني، لو خده مش هيجي. طيب انا بشكرك. بص انا مقدره الموقف ده، لان انا في يوم من الايام كنت والله يا استاذه مطلقه وكنت ريهام، خايفه نفس الخوف والله ده ونفس العظيم والله القلق ده. العظيم والله العظيم الكلام ده ما حصل قسما برب الكعبه، واهلها شهداء يوم المحكمه وانا كمان، تفتكر ليه مجابتها عن واحده تهدم بيتها بعد مجابتها 14 عن سنه؟ معرفة. والله العظيم بقول لك كده يا جماعه، بقول لك سارحين بقى بتوع الكافيه واهلها يشهدوا بالكلام ده، وراحوا المحكمه قدام القاضي يقولوا بالكلام ده مش عندي باسم ده، حتى تقدر جات لها جلطه وهي ضربوها انا على شكل، واهلها كمان بالكلام ده والله جات لها جلطه وانا على شكل بالكلام ده. طب فين المهر بتاعي؟ ما خدتوش ليه؟ طبعا انا عملت استئناف في الاسبوع اللي فات، مش وقف الحكم، الحكم اتوقف تحت لسه مش عارف اجاوبت اي حاجه من دكتور مخلص، يعني عملت استئناف في الاسبوع اللي فات عشان 50,000. انا ليه المفروض الراجل اللي يحكي لي يديني حقي؟ ايوه انا بسالك يعني عشان 50,000. هي ايوه هي مش اتنزلت وهي تخلق تديني 5,000 المهر بتاعي، او او الجسد تتشطب، ما هو صح كده ماشي. حضرتك المحامي بتاعها برضه بنساله، بقول له فين فين زوجتي؟ يقول لي مش شغلة. قلت له مش شغل ازاي؟ جيت عايشه في اسكندريه احسن عيشه ماشي، ولو عايز اغلاها محل اقامتها انا هغيره لها. قلت له ازاي يعني؟ والله ما تيجي تحت ايدي، تحت ايدي ما هرحمها. المحامي بتاعها حضرتك ماشي، حتى قال لي وانت رايح تسيب ابوها وامها معاك في المحكمه؟ والله انا عندي سند اجيبها بالناشده وما حد يوصل يكلمها. انت نهارك معايا طويل ان شاء الله. والله يا استاذ الكلام اللي قلته والله العظيم لو تعرفي ان هي عندي غاليه هي وابنها، ان قعدت 7 سنين غير اولاد، والله الكلام ده ما حصل. قعدت 7 سنين غير ولادي الاول؟ اه عامل حجن مدي حجن مشاري وحضرتك صورته اهي. يعني هي قعدت 7 سنين متخلف؟ اه عامل لها حجن مشاري في اسكندريه، حضرتك صوره ابني اهو. مش هطلع صورته، مش هطلع صورته، ما اعرفك يعني صورته، ما اعرفك صوره ابني اهي ماشي. انا قعدت 7 سنين غير اولاد، يعني حاول ان يعني احنا نحاول معاها تاني، لكن حاول ان انت تطمنها ان ما تاخدش الولد وتبقى بتشوف الولد عادي. انا عايزها ترجع بيتها اذا كانت كويسه وكانت كويسه، مش عايزه تفشل كده براحتها خالص. تبعت لي ابني، تبعت لي ابني اشوفه. لا يعني هتشوفه وترجعه لها. ماشي هرجعه لها. طب ولو خدته؟ ما ولو خدته يبقى في كلام تاني، بس يا ريتني اشوف الولد. يعني خلاص ضمان قدام الناس كلها انك هتاخده وترجعه. ماشي نرجعه لها. ماشي. بس والله يا استاذ موضوع الكهرباء ديت والله العظيم ما حصل. طب قولي حضرتك مشكلتك ايه؟ يعني طالب مني ايه؟ انا عايز اشوف ابني لغايه 7 شهور ما شفتهوش. ليه بقى كل ده؟ زوجتي طفشانه النهارده لغايه النهارده 7 شهور. محدش هيجيب على نفسه غلط، معلش بقى اعذري في والله اللفظ، يا بس استاذه ما بتشتغل حصل ليه الكلام ده، مرة. هي كدابه. اللي قدام حضرتك ده يا استاذه رحمه كان رايح يكهربني. اكهربك؟ حكايه انه يروح يشوفه نص ساعه تحت حراسه وكده، دي بتبقى وحشه قوي على نفسيه الطفل. هي مش هتنزلي بعد تخلق تديني 5,000 المهر بتاعك صوره ابني اهو؟ مش هطلع صورته. مساء الخير عليكم يا صبايا، مساء الخير عليكم يا شباب، وحشتونا جدا. حقيقة لا تعليق، يعني انا ما بحبش ابدا ان دايما لما الزوجه تتضايق او تزعل او تقول انا ماشيه يبقى هي في يقول لك في دماغها حاجه تانية، لا لا اصل في ان، لا اصل في مش عارفه ايه، ما ركزتش خالص ممكن تكون تصرفاتك ايه.
مركزتش خالص ممكن تكون بتعاملها ازاي، مركزتش ان زعلة ورا زعلة ورا زعلة بدون مصالحة وبدون مرادية عملت نوع من التراكمات فخلت انها مش عايزة العيشة. ليه لازم كل واحدة ست ما تبقاش عايزة تعيش مع جوزها يبقى لازم تكون في حاجة غلط، يا اما في راجل تاني، يا اما في شغلانة، يا اما في يا اما في ليه؟ لا، هو مفيش، في ان انت عملتها وحش. مفيش ست في العالم، في العالم حتى لو مش كويسة، حتى لو ما عندهاش مبادئ، حتى لو ما تربتش، عمرها ما هتبقى مستقرة ومبسوطة في حياتها الزوجية وهتروح تسيبها او تمشي، لان ربنا خلق الست على الاستقرار وخلقها على التعود وخلقها على الاكتفاء براجل واحد عكس الرجاله خالص في كل حاجه. فلو سمحتوا فكره ان انتوا كل حاجه تبقوا انتوا بتطلعوا ليه المثال ده النهارده، عشان المثال ده موجود كتير، ان اي واحده انا اسفه يعني تطفش وتسيب جوزها يبقى لازم يكون في حاجه غلط. لا، مش عايزه، مش عايزه. ولازم الثقافه اللي تتغير عندنا ان احنا نبقى ولاد جوه، يعني بالعربي كده، مش بالعربي، بكلام ربنا، صرحوهن بالمعروف، صرحوهن بالمعروف، دخلنا بالمعروف نطلع بالمعروف. يقول لك لا العيال، لا مش عارفه ايه. طب والعيال اللي بتشوف الـ الـ يعني العيال اللي تفضل تقول ايه، قاعد عشان العيال، قاعد عشان العيال، قاعد عشان العيال، وبعدين اول ما تطلقها مش هتصرف على العيال ولا هتشوف العيال. طب في حاجه اسمها كده؟ ما بفهمش. يعني انت قاعد عشان العيال، عشان تشيلهم لها، عشان تفضل هي تشتغل وتصرف عليهم وتقعد و و و، واول ما بتمشي خلاص ما بيبقوش عيالك. خلوا بالكوا عشان الموضوع ده بقى خطير جدا وبقت ظاهره، فكره ان الراجل يتمسك بالحياه حتى لو بايظه، او يتمسك بالحياه حتى لو هو مش عامل اللي عليه. عارفه ان في ضغوط، عارفه ان ساعات كتير قوي الراجل بيبقى كفران في فكره ان هو مش عارف يجيب الماده، مش عارف يجيب، مش عارف يعمل، لكن ده ملوش علاقه بالزوجه، ملوش علاقه. انت ربنا خلقك تقدر تحتمل، تقدر تحتوي، تقدر تخلي بالك من ده ومن ده ومن ده ومن ده، تساعدك، تشتغل معاك، تعمل اي حاجه تدبروها، بس المعامله، المعامله الكويسه. نروح لفاصل ونرجع. الحكايه، الحكايه اللي هو ابويا، المفروض اللي هو ابويا يعني، جه البيت، البلد عندنا، فجاء جنب الصعيده عندنا ناس صعيده عندنا، اشتغل معاهم من اولها. خلاص هحكي لك من اول، اشتغل معاهم وبيصلي ومش عارف ايه، فحصل نصيب واتجوز والدتي. فاتجوز والدتي في اي مكان بقى؟ في كفر الوكاله، شربين الدقهليه، كفر الوكاله. فهو هو بيتجوز، اتجوز والدتي، ما كانتش راضيه، ما كانتش راضيه، بس هو ابوها وامها ما كانوا برضو مصرين، بس هو نصيب. فكان حصل نصيبه واتجوزوا تمام، خشوا في الجواز، وكانت حامل، والدتي كانت حامل، وابنها مات في بطنها. وبعد كده ايه، راحت تسقطت، اما هو ماشي، فضل سنه ونص او سنتين مشى بعد ما هي سقطت، وقام ايه رجع تاني، وهي ما كانتش عايزه ترجع له، فقام رجع تاني وهم رجعوها لي، فقام ايه جايبني. فلما جابني ما كانش عايز يكتبني على اسمه، فصابه وبينه اتعور ولا مش عارف ايه، فاخو جدي قعد يسيس فيه واحتال عليه يعني عشان يروح وكده. فلما صابه واتعور قام له بس ايه، تعالى امضى على الورقه دي اللي هو ايه يكتبني يعني وكده. فهو قام جاي مضى عليها، وبعد ما مضى عليها قام جاي واخد بعضه وقام ماشي. من هنا لغايه دلوقتي ما اعرفش هو راح فين. كتبت باسمه يعني، وكتبت باسمه، بس في اسم، في اسم فيه حرف غلط، فعدله عادي، وانا كتبت كده باسمه كده تمام. فضلنا على الحال ده، امي فضلت على ذمته 3 سنين، اتطلقت من المحكمه 3 سنين غيابي، ومعايا القسيمه الطلاق والقسيمه الثانيه، ومعايا صور ليه مدغوشه كده في قلب البتاع مطلعها من على الكمبيوتر. لغايه دلوقتي راح اطلع كده عيلي، والامبارح كده اهو الست وهي بتقول لي يخرب بيته، ده متجوز 17 واحده مع بعض ولا لا؟ بيتجوز ويطلق ما اعرفش بقى، جوز 17 مره يعني. 17 مره، ومن كل مره متجوز جايب عيل. بقول لها انا عندي كام اخ، امثال 5 ولا 6 صبيان، وجا 4 بنات ولا 5، وانا ما اعرفش عنهم حاجه وما اعرفهمش. فبقول لها طب هو قاعد فين حاليا؟ فهي ما كانتش راضيه، فانا صعبت عليها،
ولما صعبت عليها قامت ايه؟ قامت قايله خد العنوان اكتبه، فهي ما كانتش راضيه تكتبه له وطلع قلم. فهو قاعد دلوقتي حاليا في الفيوم في عزبه علي عوض منشيه عبد المجيد مركز القدس. لغايه دلوقتي. انت عايز ايه بقى؟ انا عايزه اللي هو يتعاقب حاجه، مش كل بلد يروح هيروح يخلف منها واحد ويسيبه يمشي، وانا ما اعرفش اخواتي. طب هو بيعمل كده، هي وكالته يمشي فيها بمزاجه ويروح فيها هنا ويجي هنا. انت يعني زعلان انك مش عارف اخواتك وان هو سابك يعني؟ انا زعلان اني مش عارف اخواتي، هو عادي مش هتفرق معايا. هو بالنسبه لي هو ما يفرقش معايا، اهم حاجه اشوف اخواتي واعرفه. ليه؟ عايزه اشوفهم انا وحيد. لا يعني لو هو شخصيه مش فارق معاك، فارق معاك ليه بقى اخواتك؟ هما فارقين معايا. ليه؟ هو مش فارق معايا عشان ايه؟ هم زيي، هم ضحايا زيي. هم دلوقتي ما عرفنيش ولا هم يعرفهم، واساسا اخواتي دول كل واحد من واحده، انت فاهمه؟ يعني ما مش اخوات من اخوات مع بعض، مختلفين. هو اسمه ايه؟ هو اسمه سيد نايد عبد الله حسن. وعنده كم سنه؟ هو عنده دلوقتي 66 سنه، مولود 58. كبير يعني. كبير. ده كمان الاختلاف ما بينه وما بين امه، ما بينه وما بين امي 30 سنه او 35 سنه. يعني والدتي متجوزه وهي عندها 13 سنه اساسا. هي اتطلقت من قد ايه؟ طلقت غياب من المحكمه 3 سنين باين من 2007. طلق. ابو سابه في اللفه. ما كانش عايز يكتبني على اسمه. يعني انتوا اتنين سبتوه؟ من هنا لغايه دلوقتي ما اعرفش هو راح فين. يعني كتبت باسمه. لو قعد 100 سنه انا عارفاه. يخرب بيته، ده متجوز 17 واحد. بقول له كده يقول لا يا مامتك، خلاص انا كده انت. يعني والدتي متجوزه وهي عندها 13 سنه اساسا. قولي لي انتوا عايزين ايه؟ محمد هو اللي عايزه مش انا، انا متجوزه، فاهماني؟ اه. وهو متربي مع والدتي. ابو سابه. ما عاش معاكي حد؟ لا. ابو سابه في اللف. اه. وانت اتجوزتي وهو؟ انا متجوز. لا اتجوزتي وهو عنده كام سنه بقى؟ وهو في اللفه. انت اتجوزتي وهو في اللفه؟ اه وهو صغير كده، كانت سايبه والدتي صغير كده. والدتي؟ اه. ليه؟ واتجوزت. يا جماعه انا كنت سن صغير، كنت متجوزه ابوه وانا عندي 13 سنه. اه. وكان سن صغير واحنا في مكان فلاحين يعني في شباب. يعني الجوازه الثانيه دي كانت وانت عندك كام سنه؟ انا مش يعني وانا عندي مانيش كبيره، صغيره برضه. 16 17 يعني؟ اه صغيره متجوزه. ومن ساعتها متجوزه نفس الراجل؟ اه. متجوزه بقالك قد ايه بقى؟ بقالي فتره كبيره اهو. محمد هو اللي متعلق يعني. هو ما تعرفيش عندك كام سنه يعني؟ لا الوقت حاليا؟ اه. لا عندي 27 سنه. اه يعني ممكن تبقي بقالك مثلا 10 سنين متجوزه. بقالي اكتر من 10 سنين. اه. وسايباه كل ده عند والدتي ابويا وامي، هم اللي مربيين. اه. فهو راح يطلع عشان يعمل ورق الجيش، فلقى بقى اسره على الكمبيوتر، اسره كبيره. فهو عايز يعرف أهلا. عايز يعرف بقى ابوه واخواته. يا ابني يا حبيبي انت اتربيت، شوف مصلحته. لا قال يا اما انا عايزه اشوف اخواتي واشوف ابوي. طب انت كنت بتشوفيه يعني وبتراعيه وكده في السنين دي؟ ايوه بروح له زياره معاه على طول، متواصله معاه بالتليفون على طول، وبجيني القاهره هنا. انا متجوزه في القاهره. اه انت متجوزه حاجه ثانيه اصلا؟ يعني انتوا اتنين سبتوه؟ اه. انتوا الاثنين سبتوه؟ والله غصب عني انا سايباه. والله صعبه يعني، هي صعبه. انا ام، بس هي بتبقى صعبه، بس بتبقى ضغوط برضه. ضغوط ايه بقى؟ ضغوط من الاهل ومن القرايب، فاهمه؟ انا كنت سن صغير، كنت عيله صغيره. اه. انا متجوزه بقى. قالوا لك سيبي ابنك؟ ايوه قالوا لي سيبي ابني واتجوزي. وانا عندي كان عندي 13 سنه صغيره. اه 13 دي صغيره قوي. صغيره يعني، متجوزه ما كنتش عارفه انا متجوزه ليه. بس هو مش فاهمه حاجه. لا. طب هو انت يعني معرفتك بشخصيته طبعا، انت 13 سنه ما اعرفش انت فاكراه ولا لا؟ لا انا فاكراه طبعا، ولو قعد 100 سنه انا عارفاه. طب ممكن دلوقتي يكلم ابنه ولا صعب؟ مين؟ يعني لو عملنا له نداء دلوقتي. اه ولو عايز، لو هو عايز يكلمه. لا قصدي هو شخصيه كويسه يعني، ممكن تستجيب لندائنا ده ولا؟ اه ممكن اكيد. امال هو ما سالش عليه خالص السنين دي كلها؟ انا والله ما اعرف. لا يعني هو يعرف ان عنده ابن؟ اه ايوه عارف اللي عنده ابن. وما سالش عليه ولا مره؟ وما سالش عليه ولا سال عليه ولا يعرف ابن. ولا مره في ولا مره. هو ابنك عنده كام سنه؟ مطلع البطاقه اهو، عريس اهو. 18 سنه. آه. يعني وانت ازاي عندك 27 سنه؟ ما قلت بقى. انت بتصغري نفسك يعني؟ لا والله مش بصغر نفسي.
ما انت بتقولي متجوزه انت عندك 13 وهو عنده 18. هو مطلع البطاقه. يعني انت اقل حاجه تبقي 32 سنه. بقول له كده يقول لي لا يا ماما انت كده خلاص انا كده ليكي. لا انت حاجه و30. طيب مش عارف والله ما فاهمه طيب هنحاول عندك صوره ليه؟ طيب هو معاه محمد جايب الحاجه وهو جاي. ماشي. نفسيته متدمره على فكره. سبحان الله ونعم الوكيل. سبتيه كل السنين دي ما فيهاش حاجه ما تسيبيش. بس غصب عني والله انا غصب عني برضه. ما انت كبرتي بعد كده وعرفتي انك المفروض تاخديه. المفروض اخده. خدتيه. ظروف بقى. ابو سابه في اللفه. ما كانش عايز يكتبه. انا يعني هو مش يعني هو مش رأي شخصي خالص، وانا يعني فكرة ان انا اتكلم عن حاجتي الشخصية دي انا بعملها من 25 سنة وكانت الناس مستغرباها، وهي مدرسة خاصة بي ان انا ممكن اتكلم عن نفسي، ولكن انا حيادية جدا جدا لما تيجي للاراء، لاني دايما اقول محدش يعرف ظروف حد. بس لو جينا للغريزة او لو جينا للطبيعة او لو جينا للصح او لو جينا للمنطقي، ما ينفعش تحت اي ظرف ولا تحت اي ظروف ولا لاي سبب ام تسيب ابنها. اللي يزعل يزعل. ما ينفعش تحت اي ظرف ولا اي ظروف ولا اي سبب. يعني متهيالي لو الام دي بتلتقط انفاسها الاخيره ومنزلينها قبرها كده هتبقى ماسكه ايد ابنها برضو. فهناك لوم شديد على اي ام بتسيب ابنها او بتسيب ولادها، تقول لك الظروف. طب اكلهم منين؟ طب اصرف عليهم منين؟ اي حاجه اي حاجه. تشتغلي، تجتهدي، هتعملي كل حاجه، وهو في الاخر هياخد جزائه. اللي زي الاستاذ ده اللي بيخلف ويرمي ده بياخد جزائه. وبتقعدي سنين طويله قوي تستني وبتشوفي قدام عينيكي، بتشوفي قدام عينيكي اللي بيحصل له بالظبط. يعني اي واحده بتشوفني دلوقتي تقول لك، في ناس كتير قوي تقول لك كده، في ناس كتير قوي تقول لك ده اذاني واذى عياله وربنا كرمه اهو ومديله من واسع واتجوز واحدة تانية وخلف وصحته كويسة. استني، صبر. شوفي مع ربنا بيقول ايه. يقول بسم الله الرحمن الرحيم، دارهم يخوضوا يلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون. ساعات ربنا من كتر ما هو عارف ان البني ادم وحش يسيبه يلهي ويلعب ويديله رزق اكتر عشان يزود في, 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 في الحاجات الوحشة اللي بيعملها. وفجأة بقى، فجأة لما ربنا يريد بقى بتشوفي قدام عينيكي حقك بيرجع. ولكن انت لازم تعملي رسالتك للاخر مهما كانت الظروف. روح لفاصل ونرجع. اسمحوا لي ان انا احيي في البدايه وزاره الداخليه، لأن المجهود اللي بيعملوه بجد غير طبيعي. يعني الموضوع ما بقاش زي زمان إن الداخلية مهتمة بس بمثلا الجريمة دي وده مين قتل ده وده مين عمل ده. لأ لأ، أي حاجة بتعمل أو بتنشر حتى فكر أو سلوك في المجتمع مش صح، وزارة الداخلية بتتدخل. زي التيك توكرز اللي بيقدموا محتوى مش صح، دي المفروض انها حاجه ليها علاقه باخلاق المجتمع عشان نقدر نقول عليها هي طبعا جريمه، ولكن مش قتل، مش سرقه، مش تحرش، مش. وكمان الحاجات او الظواهر الجديده اللي حصلت، انا فاكره من 25 سنه لما طلعت اتكلم على ان الناس مهتمه بالسحر وعلى ان الناس مهتمه بالاعمال
وعلى ان الناس بتلجأ للدجالين. الناس كلها قاعدة تقولي بتنشري الخرافات وبتعملي وبتسوي و وانا كنت بتكلم بالحقيقة، بس ما كانش حد عنده القدرة انه يطلع يقول ان ده بيحصل. وللأسف الشديد للأسف الشديد للأسف الشديد ان البعض يتخيل انه سلاح قوي وبيلجأوا له. انا ما بقولش انه بيأثر في البني ادم، ما بقولش انه بينفع، ما بقولش انه سلاح فعلا فعلا، ولكن الفكر، فكرة ان انا دلوقتي بقيت احارب سلفتي بالسحر وحماتي بالسحر ومرات مش عارفة مين بالسحر وجارتي بالسحر، وافضل طول الوقت عند الدجالين طالع من ده عند ده عشان اعمل سحر دي واعمل عمل ده واعمل قلب الجوزي واعمل 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 واعمل، وهو ما هم بضارين به من احد الا باذن الله. يعني انت مش هتقدري تضري اي حد، ولا انت لاي واحد ساحر بيشوفني دلوقتي عشان انتوا بتقعدوا تتلموا حوالين البرنامج، ولا 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 تقدر تعمل اي حاجه غير باذن ربنا. لازم يكون ربنا عايز خلاص. فانت ما انت الا منفذ مثلا لاراده الله، وربنا ما بيعملش حاجه وحشه، ربنا ما بيعملش حاجه وحشه. حتى الناس بتتاخر في الجواز، تتاخر في الانجاب، كله لسبب، كله عشان ربنا شايل لك حاجه احلى واحسن. ده لو قلنا ان السحر بينفع اساسا، وانه مش نصب في نصب في نصب في نصب، لان اللي بيعرف يعمل اكيد بيعرف يفك، واللي بيعرف يعيي اكيد بيعرف يشفي، صح؟ طب ليه في ناس تعبانه كتير قوي ومحدش عارف يعمل لها حاجه؟ هتقولوا لي ما هو احنا مش بنصدق. لما طلع موضوع كابتن مؤمن زكريا والناس طلعت ادعت انها لقت عمل، احنا عارفين كويس قوي من الفيسبوك وغيره ان هناك مبادرات لتنظيف المقابر، ولما بيروح بيدفن السحر. يعني اهل البلد مسكوا واحد في لحظه وهو بيدفن السحر. يعني ده بيحصل فعلا، يعني ده بيحصل فعلا ان في واحد بيطلع من بيته بيمشي على رجليه يفتح قبر مش بتاعه اللي هي جريمه في حد ذاتها، ويدخل يدفن حاجة عشان يأذي حد في اعتقاده انه هيقدر يأذي حد، وبيدفنه في القبر عشان محدش يعرف يوصل له. يعني عايز كمان الأذى ده يستمر ويستمر لحد الممات. ايه ده؟ وهيروح ياكل وينام. يعني هو هيعمل كده وهيروح ياكل وينام عادي وياخد الفلوس من الست اللي... طب بلاش الساحر، بلاش الدجال عشان هو ما اسموش ساحر، بلاش الدجال. اللي راحت للدجال او اللي راح للدجال قال له اعمل لفلانه الفلانيه كذا. طيب اللي مش بيؤمن بالجن ما بتؤمنوش بالكارما؟ ما بتؤمنوش ان هو what goes around comes around؟ يعني ده بقول لكم ان مثل امريكاني ليه؟ عشان تعرفوا ان حتى الاجانب عندهم ده، زي ما هتعمل هيلف ويرجع لك بالظبط. علم الطاقه بيقول كده، زي ما هتعمل هيرجع لك. الكون كله ماشي كده، اي حاجة بتحصل بترجع لك تاني. طيب تعالوا نشوف الفيديو. بصوا دلوقتي هما مسكوا، احنا طبعا قافلين الصوت عشان الصوت فيه الفاظ لان هما بيشتموه. بصوا لقوا الراجل نازل جوه، دي طبعا دي مقابر الصدقه صح؟ لان ده مفتوح بمربع كده، يبقى دي مقابر الصدقه ما عليهاش يعني مش باسامي او حاجه. بصوا لقوا الراجل فين جوه؟ بصوا الراجل جوه فين بيدفن؟ وبيدفنها في مقابر الصدقه عشان ما يعني بيشيلوا جثه ويحطوا جثه. بص يعني بصوا لقوه فين؟ يعني فعلا الناس بتعمل كده. بصوا اهو. طب ما هو ممكن يبقى نايم مثلا مش بيدفن حاجه، ممكن يبقى نايم جوه القبر. ها؟
فين الناس الاهالي؟ يمكن نايم جوه القبر مش بيدفن حاجه. طب ورينا الناس. طيب استاذ محمد. استاذ محمد. ايوه يا فندم. اهلا بيك. ايوه يا فندم. اهلا بيك يا استاذ ريا. قولي ايش عرفكوا ان الراجل ده كان بيدفن حاجه؟ ما يمكن يكون كان نايم جوه مثلا. هو يا فندم اللي حضر الواقعه استاذ وليد فبيحكي لنا اللي حصل بالظبط. ان هو كان اصلا يعني هو جه على القبر وحط العمل ومشي، فلما لقيهم جم على القبر لف تاني وايه وقال لا طب ايه يمسكوا العمود. وهم عرفوا. طب ممكن اكلم استاذ وليد؟ طيب ماشي اتفضل يا فندم. استاذ وليد مساء النور. استاذ وليد حضرتك عرفت منين ان هو حط حاجه في القبر؟ شكيت منين؟ احنا سيدنا في المقابر، فاني لقيت واحد بنزل القبر دي قصاد المقابر طريق، فاني شكيت ان هو نازل يعمل حاجه. هو اصل دي مقابر احنا، المقابر دي بتاعت العيله. ايوه يعني دي مش مقابر صدقه يعني اللي مفتوحه من قدام. لا دي مقابر العيله. فاني معدي شكيت فمشيت ورجعت. بتعمل ايه هنا؟ في واحد برضو كان معايا الاستاذ جمال. ايه بتعمل ايه؟ كان يماني قال لي بقرا الفاتحه على قبر ابويا، قلت له المقابر دي بتاعتنا احنا مش بتاعت ابوك. المهم من هنا لهنا قال لي جاي اعمل عمل لمراتي عشان غضبانه بدي ارجعها مش بدي ارجعها، وانا بنزل هات العمل. هو اللي بيعمل العمل لمراته وهو اللي بيدفنه ولا هو ولا واحد قال له روح ادفنه؟ لا هو اللي عامل العمل. هو اللي عامل العمل لمراته؟ اما نزل القبر طلع عمولات اللي احنا عرضناها في الفيديوهات، لم طلع اكتر من 50 عمل بنات وهو وبنات واولاد. هو اللي عاملهم؟ هو اللي عاملهم. والبنت اللي في الصوره اللي لابسه اسمر ده اتوفت من شهر. وبعدين سلمتوا لي وزاره الداخليه؟ وزاره الداخليه نشكر احمد بن شيوخ. احمد بن سرحان. احمد بن سرحان يعني عمل الواجب وزياده وقبضوا عليه. قبضوا عليه في الصوره اللي البنت اللي هي لابسه طرح سمر دي توفت من شهر. والله عملت توفت من شهر من العمولات اللي هو عاملها. انت فين الفيديوهات اللي بيقولوا عليها؟ فين الفيديو؟ الفيديوهات معايا على التليفون. ايوه انت معاك فيديو تاني فيه ال 50 عمل ده؟ معايا الفيديوهات دلوقتي يا فندم. واحنا بنبص في القبر دلوقتي يا فندم معانا زرهام. نعم. واحنا بنبص في القبر دلوقتي تمام، لقينا عمالين موجودين وموجودين معانا دلوقتي. من القبر اللي هو كان متواجد فيه حضرتك. هو اللي دفنه يعني ولا واحد؟ هو اللي دفنه ولا حد تاني؟ هو اللي دفنه. حضرتك هو اللي طلع العمولات بايده. فين العمل اللي لقيته ده؟ اسمه ثروت الشملول يا فندم. لا معاكوا العمل اللي لقيتوه دلوقتي ده؟ موجود. واحد بس هناك على الكمان. بدي العمل. ده لسه لقيته دلوقتي يا استاذ ريان. دي كانت عباره عن رسمه قلب. دي كانت عباره عن رسمه قلب، واحنا بنقعد نغطى عشان نقفل المقبره. لان العمل ده بالمنظر ده كده حاجه يهودي او حاجه زي كده، الله اعلم حسب الله ونعم الوكيل. وفي واحد تاني برضه اهو نفس الكلام، واحنا بنقفل الغطاء على المقبره لقيناه. الفيديوهات عرضها لحضرتك يا فندم دلوقتي. الحاجات دي احنا لسه لقيناها دلوقتي حالا واحنا بنقفل الغطاء. طبعا ما نعرفش انتوا حاجه. انتوا معاكم فيديو لل 50 عمل اللي بتقول عليهم؟ مش كلهم يا فندم، معانا صورتهم من بعيد بس مش متصورين كلهم يعني. وبس هو كله اتسلم للاسم يا فندم. رئيس المباحث يا فندم في بيت الاعمال. طيب انا بشكركم جدا. ورينا بقى الفيديو من الاول كده. انتوا متخيلين يا جماعه؟ انا يعني انا ماليش علاقه خالص. يعني انا دايما لما حد يقول قدامي مثلا، انتوا عارفين دايما المشاهير يتقال لهم انتوا معمول لكم عمل، انتوا معمول لكم عمل. لما حد كان بيقول لي كده ما كنتش بفكر في اي حاجه غير اللي عمل لي ده عايش عادي. يعني لو في فعلا يعني لو في حد بيعمل حاجه لحد بيعيش عادي بعديها؟ يعني مثلا حد وقف عن شغله، حد ساب جوزه، اتطلق، شرد عياله، مرض. يعني في واحده جت قالت لي ده معمول لك بالمرض والموت. طب موت انا النهارده معقوله ممكن يبقى في حد قاعد سعيد ان حد مات؟ يعني ممكن ما ازعلش او يعني اقول مثلا ربنا يهديه، كان يعني كان
يعني بيبقى مثلا شخصيه سيئه او حاجه فخلاص، لكن هتفرح؟ هتفرح لما تاذي حد؟ ممكن حد يعمل بص بص الراجل، بص الراجل حواليه كام حاجه مسكوه متلبس وسلموه لوزاره الداخليه وهو عامل 50 عمل. شوفوا بقى، عايزه اقول لكم حاجه، ارجع لي يعني، لو افترضنا، لو افترضنا، مع ان انا مش بؤمن قوي بالحكايه دي، لو افترضنا ان كان مدفون 50 حاجه خلاص ل50 حد، شوفوا الناس بتوع الشرقيه الجمال العظام دول لما لقوا الراجل وطلعوا الحاجات، ممكن يكون 50 واحد دول خلاص مش معمول لهم سحر خلاص. يعني ربنا اراد ان كل الحاجات دي مثلا تتفك لمجرد ان هم لقوا الراجل ده، وناس ممكن تكون لفت وراحت وجت لو قلنا ان الحاجات دي بتنفع يعني. بس ما كانش حد غلب، ما كانش حد غلب. يعني دايما ايه، لما حد يجي يقول لي ده في حد جامد قوي، بقول له كان نفع نفسه. تتضايقوا انتوا طبعا بتشوفوني دلوقتي، تتضايقوا من الكلام وابتدي اصدع وبتاع. كان نفع نفسه، كنا لقينا بقى الدجالين دول. يعني انت بتروح للدجال ساعات في حته مش عارفه فين، يقول لك ده مش عارفه في اخر الدنيا فين، تدخل تلاقيه بقى يعني عادي واتقبض عليه اهو. طب فين السحر بقى اللي حماه؟ فين السحر اللي حماه؟ ما هو المفروض بقى، المفروض انه محصن، محدش يجي جنبه، صح؟ اتقبض عليه ولا ما حصنش نفسه من الداخليه؟ من فضلكم ما تعرضوش نفسكم للقرف ده، وما تعرضوش نفسكم للناس دي، وما تعرضوش نفسكم للاذى ده، لانها دايره وحشه جدا 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 جدا، ودايره مغلقه هتفضل تجيب لنفسك الاذى طول الوقت. وانا مش هقول للناس، انا ما بقولش ان هم بيقدروا يعملوا اذى، ولكن لمجرد ان انا انزل من بيتي اخد فلوس عشان اروح لواحد اقول له ائذي فلان ولا ائذي فلانه، ولا انا عايزاها تمرض، انا عايزاها تموت، انا عايزاها تتشوه، انا عايزاها من الحاجات الغريبه اللي بسمعها. تعيشوا ازاي؟ تعيشوا ازاي؟ ده حتى الحيوانات ما بتعرفش تعمل كده. يعني انا مش هقول مثلا ده دول حيوانات، ولا حتى الحيوانات تعمل كده. مش بني ادمين، مش بني ادمين دول. روح الفاصل. لنا صورة يونس كده. يونس طفل 6 سنين. انا بحب الحيوانات جدا 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 جدا، وفي ناس بتحب تربي كلاب جدا 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 جدا، ولكن بصراحة شديدة الكلاب اللي هي بتخرج برا نطاق التربية، اللي هي برا اللولو واليوركشاير و اللي هي كلاب حراسة، اللي هي كتير قوي بقى، كتير يعني. بلاش نسيب، ما نقولش الولف والجيرمان شيبرد، لكن نقدر نقول مثلا انواع كتير تانية. مش عايزه اقول انواع بعينها عشان ما حدش يطلع يقول لك، لكن في انواع معموله للحراسه بتبقى خطر انها تبقى في كومباوند سكني. وانا برجو ان يصدر قانون يتقال فيه نوعيه الكلاب المسموح بيها في يعني في الكومباوند السكنية. يعني الكومباوند السكني ده مش محتاج ان يبقى عندك في الفيلا كلب حراسة روتفايلر مثلا، عشان انت اوريدي عندك امن في الكومباوند و مش محتاج.
مش يعني الروت فايلر هو بص والله ما كنت اعرف لسه الاعداد بيقول لي هو ده اللي عضه. روت فايلر انا كان عندي وانا صغيره وانا عندي 22 سنه مثلا جوزي الاولاني كان عنده هوايه تربيه الكلاب، كان جايب 6 روت فايلر 6 كلاب خلاص وصاحبهم جدا وجايبينهم من وهم صغيرين وكبروا وكل يوم ينزل يمشيهم عند جنينة الحيوانات ويرجع وفجأة طلع مرة من بعد ما بيمشيهم طلع متشلفط متشلفط هجموا عليه. روت فايلر من الكلاب اللي معرفش بيحصل ايه ولكن عدائية جدا 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 جدا، صعب جدا انها تتربى في كومباوند ساكن. هيطلع بقى ناس يقول لك بصي بتقول حاجات ضد حقوق الحيوان طب وحقوق الاطفال؟ وحقوق الاطفال فين؟ حقوق الحيوان انا عندي مزرعه، عندي بيت كبير في الشروق مثلا، فعندي كلاب هقفل عليها اوض كلاب يتقفل عليها بالليل، ابقى باكلها بروح امشيها وارجع، تبقى بليش على طول ما تبقاش متسابه. مفيش حد يسيب كلب حراسه سايب، مفيش، في حته فيها اطفال و و مش صح. ماشي انت بتدور على حقوق الحيوان وانا بدور على حقوق الانسان والاطفال، خليك متوازن. تعالوا نشوف يونس حصل له ايه تاني، هات لنا الفيديو تاني. زي ما انا فهمت ان السور اللي بيجي كل شويه في الفيديو ده السور اللي هو نط من فوقيه، هنسمع منها مدام هي والده يونس. اهلا بيكي مدام ايه. اهلا بحضرتك. قولي لي مدام ايه، انا اولا طبعا حزينه جدا 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 على اللي حصل وما ينفعش يحصل ولازم يتخذ اجراء قوي جدا. دي مش اول مره في كومباوند سكني ان يتم الهجوم على طفل. احكي لي ملابسات الموقف، لان دايما صحاب الكلاب يقول لك ايه الولد هو اللي ضايقه، الولد مامته سايباه. احكي لي بالظبط حصل الموضوع ازاي. الحقيقه استاذ ريهام كان يوم الجمعه، فابني كان عنده تمرين كوره، يونس بيحب يلعب كوره في النادي الاهلي، فخرج يلعب بره، هو 6 سنين، خرج يلعب في الجاردن بتاعه الشقه بتاعتنا هو واخته بيلعبوا مع بعض. وانا سامع صوت مامة صاحب الكلب واقفه مع الكلب وسامع صوتها، وانا ببقى دايما قاعده ببص عليهم من عند باب الجاردن. يعني ده جوه النادي؟ لا ده جوه البيت عندي، ده جوه الجاردن بتاعت البيت عندي. يعني جوه جنينه بيتك؟ جوه جنينه بيتي. فهو نزل يلعب شويه عما معاد التمرين بتاعه يجي. فنزل يلعب. نزل يلعب ايه في جنينه بيتك؟ بيلعب في جنينة بيتي، بيلعب بالكورة مع أخته. أصلا احنا بنخاف من الكلاب وعمرنا ما ربينا أي حيوانات، فهم أصلا يعني احنا بنخاف من الحاجات دي فبنقربش أصلا منهم. فهم قاعدين يلعبوا مع بعض وأنا قاعدة ببص عليهم، اتفاجئت أقل من دقيقة لقيت صوت خبط جامد، فببص لقيت الكلب ده زي ما حضرتك واضح عندك في الصورة إن الحديد في تحت مسافه كده معقوله بوليفاردونيت. هات لنا السور. فالكلب قام خابط بدماغه قام موطي وداخل فجاه لولادي بيجروا وراهم. ببص لقيت الكلب العملاق ده دخل وتاليا ويونس في الجاردن. وانا وماما تصاحب الكلب واقفه اول ما شافت هجم خافت تدخل، فضلت واقفه ورا السور بتاعها بتتفرج على الكلب. طبعا انا يعني ما قالتلوش تعالى، ما جريتش وراه، ما عملتش لا. لا
هي صاحبة الكلب دي عندها كم سنة؟ هي والدته هي شكلها مش كبير قوي يعني 50، مش كبيرة قوي يعني. فنزلت طبعا اجري بملابس البيت طبعا ولادي، نزلت اجري وقعدت مش عارفة اعمل ايه وسطهم، لان هي طب هما ما دخلوش جوه البيت يعني ما لحقوش يدخلوا؟ انا فعلا قعدت ما لحقوش يعني، الجاردن مش كبير قوي، انا قعدت اقول لهم اجروا على البيت واحاول انا احجز على الكلب بحيث انه لو هيعدي يعديني. تاليا جرت فعلا على البيت، دخلت قام الكلب قام جاري داخل وراها جوه البيت، جرى دخل ورا تاليا البيت، بس الحمد لله ان تاليا كانت قفلت باب الاوضه فما عرفش يطول تاليا. يعني دخل جوه بيتك يعني؟ يعني ده بيهجم يعني، ده هاجم عليهم بيعضهم. داخل يعني. هاجم. ايوه يا فندم. وكان عض ابنك ولا لسه؟ كان لسه ما عضوش. كان لسه ما عضوش وانا واقفه قصاده، هو مش عايز يعضني، هو عايز حد يعني طفل، لان انا يعني هو صادر. دخل البيت ورا بنتك وبنتك قفلت الباب. قفلت الباب. ابنك ليه بقى ما خدتيهوش خبيتيه بقى؟ ليه ما خدتيهوش خبيتيه؟ ما لحقتش يعني، انا ما لحقتش ابني خبيته ورايا لان باب الجاردن مقفول، ابني خبيته ورايا بحيث ان الكلب يعديني انا، وواقف انا قدامه، يونس بيصوت وبيجري وانا بحاول ان انا اقف. لا يعني ما دخلتيش البيت ليه وقفلتي على نفسك؟ ما لحقتش، هو ما لحقتش. مش حابب تقولي دخل البيت. انا هشرح لحضرتك، ما هو انا اما نزلت هو باب الجاردن، انا اما نزلت هو تاليا ويونس تحت الاثنين خايفين، ده بيجري في اتجاه وده بيجري في اتجاه. انا قمت، تاليا طبعا اكبر من يونس، فانا اما نزلت قلت ادخلوا على جوه بسرعه، هي تاليا سمعت الكلام وجرت على جوه. حلو. الكلب وراها؟ الكلب قام جاري قعد يزنق على يونس، وبعدين اما لقى تاليا دخلت قام جاري داخل وراها. حلو. ما دخلتيش ليه بقى؟ ما دخلتيش ليه بقى حمام؟ ما دخلتيش اي حته؟ لا ما انا كنت لسه في الجاردن، هو انا نزلت له الجاردن، هو دخل فجاه الجاردن وبعدين قام داخل ورانا الباب البيت. انا راجعه بقى، انا قلت تاليا بتتاكل جوه خلاص يعني، انا راجعه داخله لتاليا عشان الحق تاليا، الحق تاليا من الكلب جوه، قام راجع هاجم عليا، انا بحاول احجز على يونس، هو وكل ده ماما صاحب الكلب واقفه مش بتتحرك من مكانها، واقفه ورا السور بتاعها ما بتحاولش تساعدني باي طريقه. انا حاولت ان انا احجز على الكلب بحيث ان انا هو يعدي لنا مكان يونس يعني، يونس قاعد يجري ما عرفناش نعمل اي حاجه، يونس من كتر اتفزع من المنظر بقى بيجري بعيد عني يعني، هو بلاقي الكلب انا بحاول ازقه يونس ورايا، الكلب مقرب من يونس ومني فخايف بيجري بعيد عني، فطبعا يونس وقع الكلب مسكه. فين الزوم؟ طيب هو احنا يعني مش محتاجين نسمع اكتر من سمعناه يعني، واضح ان هو هجم عليه وعضه، بس عضه ايه؟ بصوا ده العظم باين، العظم يعني، احنا حاطين بلور على الـ على الـ على الجروح عشان ما تبقاش قاسيه عليكم. على فكره ناس كتير قوي كانت مستاءة ان طلع قانون، صدر قانون بالفعل ان الحاجات السكنيه او الكومباوند السكنيه ما يبقاش فيها تربيه الكلاب دي، واي حد هيعارض في ده ما ينفعش، ما ينفعش، ما ينفعش حد يربي كلب حراسه في كومباوند سكني، ما ينفعش، لان اولا ملوش عوزه، ثانيا ما ينفعش. نروح لفاصل ونرجع. Thank you.
الحقيقة أنا عايزة أفتح موضوع النهاردة، يعني أنا كان نفسي أعمله حلقة كاملة وأتكلم فيه وأفتح تليفونات وأسمعكم أشوف هل فعلا في ناس كتير قوي بتعاني منه ولا لا. عمركم ما قعدتوا مع ناس صحابكم وقلت لهم مثلا أنا حاسة إن جوزي بيخوني، ردت عليكي واحدة قالت لك ما كل الرجالة بتخون ستاتها؟ سمعتوا الجملة دي قبل كده؟ أنا سمعتها كتير قوي، سمعتها كتير قوي من رجالة ومن ستات، يعني كتير قوي ما كنت اسمع من رجالة انه يقول لك ايه احمدي ربنا ان هو ما بيعرفش حد عليكي، احمدي ربنا ان هو ما بيعرفش حد عليكي، يعني المفروض انه الطبيعي انه يعرف حد عليكي، ولكن انت المفروض انك تحمدي ربنا ان الحمد لله مش بيعرف حد عليكي. وما بيعرفش حد عليكي مش عشان انت مالي عينه او بيحبك، لو ما بيعرفش حد عليكي عشان حالته الاقتصاديه او الماديه مش سامحه له يبقى في حد تاني، او صحته، او يعني اي سبب تاني غير ان انت السبب. كميه الناس اللي بتكتشف ان جوازاتها كانت متجوزه حد تاني بعد ما يموتوا، يعني تبقى قاعده في العزا كده يدخل عليها واحده تقول لك انا مراته ودول ولاده وبتاع. انا شخصيا يعني القريبين مني حصلت مثلا، والله العظيم اقسم بالله، ثلاث ستات صحابي حصل ان بعد ما جوازاتهم اتوفوا دخل عليهم في العزا حد وقال لهم ده دي بنت فلان وده كان متجوز واحنا لينا في الورث، وبتبقى صدمه لان الراجل كان بيعامل مراته كويس قوي قوي قوي. النهارده لقيت فيديو على السوشيال ميديا، تعالوا كده نشوفه، وانا شايفه ان احنا لازم نحلله نفسيا عشان كلنا نرتاح. هو ده بيحصل ليه؟ تعالوا كده نشوف مع بعض. Thank you.
ارجع كده اعمل لي فيكس على الراجل وهو بيدي التليفون للست. انا عايزه بس اسال يعني قبل ما ادخل في اي تفاصيل او قبل ما انا اتكلم في حاجه، انا عايزه بس اوجه رساله لاطباء التجميل، والله حبايبي دكاتره التجميل، الشكل اللي الست عاملاه ده بقى شكل منتشر جدا، اللي هو دكاتره التجميل دلوقتي بتفتخر بيه، اللي هو زمان كان مصطفى حسين ربنا يمسيه بالخير يعني فاكرين مصطفى حسين لما كان بيعمل في الاهرام وكده كاريكاتير، مش كان بيجيب ست مثلا وفاكرين الشكل ده اللي هو يعمل لها مش عارف ايه وبعدين من تحت يعمل لها دوريه كده وبتاع. دلوقتي الستات بتروح دكاتره التجميل تعمل الشكل الكاريكاتيري ده، ومتخيلين انهم جامدين قوي. وفي فيديوهات على السوشيال ميديا مغرقه الدنيا لحسن شاكوش ورضا البحراوي وحمو بيكا وكده، فجاه بيطلعوا ستات جنبهم عامله الشكل ده. وفي حتى فيديو لحسن شاكوش قالك ده الفيديو ده هيطير فوق، يعني هو مبسوط بالشكل ده. وحش قوي وحش قوي، ويعني ونصيحه ان فعلا يعني شكل ما فيهوش ولا رقه ولا جمال ولا انوثه ولا اي حاجه، في حاجه غريبه كده، في شكل غريب كده. فدلوقتي ايه اللي بيحصل ده؟ اولا انا اول ما شفت الفيديو ده قلت ده فيديو متفبرك، لان مفيش واحد هيروح اصلا يشتري فستان فرح مع جوزه، فمش بيبقى فال وحش وبتاع، فاحنا بنروح نجيب فستان فرح دي من غير الزوج، والمفروض انها بتبقى مفاجاه. فطلعت ده فيديو في كردستان، وقرر صاحب المحل ان هو ايه يفضح الزبون او العريس. انا عايزه اعرف يعني ده طلع مش في مصر ومش في الوطن العربي، الرجل رجل في جميع انحاء العالم، الرجل رجل في جميع انحاء العالم. هل احنا بنقول على كل الرجاله خاينين؟ لا، لكن ليه امراه واحده لا تكفي؟ هل مثلا نفسيا بيبقى في ناس ما عندهاش ثقه في نفسها فبتبقى عايزه تحس انها مرغوبه طول الوقت؟ هل مثلا في ناس بتبقى ملوله؟ هل في مثلا ناس اكيد نفسيا عارفين طبعا ان في اللي هي اسمها ايه ازمه منتصف العمر دي، اللي هي الرجاله اللي بتعدي ال 45 اللي هي بتبقى عايزه تبقى متصابيه ومحبوبه وبتاع، ماشي ربنا يعديها على خير علينا كلنا وعلى جوازاتنا. لكن ايه اللي بيحصل نفسيا؟ ايه اللي بيحصل؟ يعني انتوا اخر حاجه تتخيلوها ان انا هستعين بدكتور نفسي؟ لا هستعين بدكتور نفسي، عايزه اعرف ليه الراجل يبقى داخل يتجوز وبيجيب فستان فرح مع مراته فبياخد نمره واحده تانية؟ يعني ما لازم نفهم ده، المفروض ان هو في 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 اكتر لحظات الحب والتوهج ولسه ما حصلش مشاكل ولا ملل ولا اي حاجه. معانا الدكتور جمال فرويز، اهلا بحضرتك. اهلا وسهلا استاذ ريهام، بقالنا كتير قوي ما اتكلمناش، اهلا بيك. والله ربنا يخليك. يخليك. قولي قولي يا دكتور، هو طبعا انا هتبقى الشهاده مجروحه لان حضرتك رجل، لكن انا عايزه اعرف ليه امراه واحده لا تكفي؟ ليه ممكن ابقى انا بحب اللي معايا جدا 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 وبالرغم من هذا انا بدور على حد تاني في نفس الوقت، او عايزه ابقى مرغوب، او يعني نفسيا هل ليها مرجع نفسي ولا هي غريزه ربنا خلق الرجل بيها وخلاص؟ لا هي اضطراب، مش لا هي غريزه اضطراب ولا هي مرض، اضطراب. اضطراب دي كلمه كبيره قوي. طبعا يا فندم انه بصي يعني هو طبعا مشكله في عندنا ديسكريميشن، حدود لكل شيء بنعمله في حياتنا. النهارده انت راجل داخل على جواز، يعني المفروض لو انت بتحب الانسانه دي يبقى بتحترمها، هي دي بتمثل ليك كل النساء العالم في عينيك. النهارده في اللحظه دي المفروض بقى ان هو في اللحظه دي لما بيبص لواحده تاني هو هنا عمل بقى فارق، عمل فارق بين واحده للزواج وواحده أيوة. للصحوبيه. ايوه كلهم للصداقه. يعني مش قادر يتخلص من ان انا سهل ان انا اتعرف بحد، اعرف حد. هنا تعرف على طول ان في سمات شخصيه مضاده للمجتمع موجوده جواه.
ان هو هنا بيفرق يقول لك ما دي انا هتجوزها وهتبقى مرات وام ولادي عزمه الله ورسوله، لكن دي هتبقى صاحبتي. ودي بتاعت اللهو او الفن او كده. ان هنا حته السوشيال ميديا سهلت طبعا، الموبايلات سهلت، ما بين النهارده سهل جدا خد رقم هات رقمك نتصل ندخل على الفيس نتكلم هو وفيديو وبتاع ونشوف بعض وكل حاجه. عشان عنده في ازدواجيه دينيه، وده للاسف منتشر في العالم كله، ان الناس النهارده حتى بقت حته الدين شكليه. انا ببص للدين للمقاييس الدينيه الشكليه، سنه الله ورسوله، ربنا قال، الرسول قال كلام حلو قوي معسول، ولكن عند التنفيذ كل واحد بيدفع ما يحلو له ضد كل القوانين الدينيه وكل القوانين الاخلاقيه، القوانين الاخلاقيه لمجرد ان دي بياخد اللي هو عايزه ويسيب اللي هو عايزه. للاسف الشديد زادت بصوره عاليه جدا في كل المجتمعات الزواجيه الدينيه، وده يورينا مدى المسخ الثقافي. يعني الراجل اللي بيبقى مع كذا ست عنده اضطراب نفسي ولا ممكن عنده طبعا لا اضطراب نفسي وعنده عدم كفاءه، يعني هنا الكفايه الجنسيه عنده او الكفايه النفسيه بالاقتناعيه عنده مش موجوده، فهو عمال يدور على مزيد هو مش عارف هو عايز ايه. بس يا فندم حضرتك في ناس على فكره بيبقى مثلا عندهم القلب او بياخدوا ادويه معينه مقويات وتلاقيهم متجوز اثنين وثلاثه. يعني بصي هو دي برضه بيديها الشكل الديني، يقول لك ايه انا ما احبش الحرام، انا هتجوز اثنين ثلاثه ده شرع ربنا. لما شرع ربنا قال لك اعدله ولا انت اعدله. شرع ربنا قال لك الاختياريه ان انت الزوجه الاولى تبقى عارفه وهي توافق او لو توافق حقها. وشرع ربنا قال موده ورحمه برضه، ممكن يكون ده مش من الرحمه ليها. انت ابعدت الثلاثه، ولكن هو عشان يديها الشكل الديني، عشان يبقى انا هو بيقول لك انا ما اغضبتش ربنا، بيقول لك اصل انا تزوجت عرفي، تزوجت مش عارف بطريقه ايه، والنهارده دخلنا في قصص كده وهميه في الزواج لمجرد ان انا كل الناس همها ان انا قدام ربنا اكون بيني وبين نفسي قدام ربنا انا هو عملت الصح، لكن هو مش صح. ايوه صح. هو مجرد ان انا بتحايل على القانون او بتحايل على الاخلاقيات الدينيه. انا بشكر حضرتك جدا، يعني انا فعلا انه صح ان ده مش تصرف طبيعي. يعني انا التصرف الطبيعي اللي بشوفه ان واحد متجوز واحده خلاص مش عايز يبقى معاها يبقى يسيبها ويروح لواحده تانية، لكن فكره انا بحب دي وبحب دي، انت كذاب. ازاي بحب دي وبحب دي؟ ازاي بحب دي وبحب دي وبحب دي وبحب دي؟ اصل دي بحبها عشره ودي بحبها مش عارفه ايه ودي بحبها، ويفضل يصنف لنفسه. طبعا في ناس كتير قوي متجوزه اتنين وتلاته واربعه والدين بيقول كده، والله انتوا لو عدلتوا ماشي، بس انا مش بتكلم على الجواز. انا مش بتكلم على الجواز، انا بتكلم على الخيانه. بتكلم على زي اللي حصل ده، ان انا واحد داخل اتجوز وبخون، او خاطب وبخون، او بحب مراتي جدا وعامله لي كل حاجه، ويعني مش بالجمال. يعني هيفاء وهبي طلعت قالت انها اتخانت، كيم كارداشيان اتخانت، انجلينا جولي اتخانت. طب ايه عايزين ايه؟ يعني لما بقى متجوز هيفاء مثلا او متجوز انجلينا جولي او متجوز، عايز ايه تاني؟ عايز ايه تاني؟ عايز واحد شكلها ايه؟ عايز واحد تصرف ازاي؟ فالخلاصة يعني من الموضوع ده والله ان اكتر حاجة في الدنيا تخلي الراجل يتمسك بيكي ان انت ما تتاخديش في الضمان، ما تبقيش على طول بتكلميه، على طول موجودة، على طول بتزني عليه، على طول متاحة. لا، لازم يكون عندك حياتك وكيانك وشغلك، وتخليه يبقى منتظر يشوفك او منتظر يكلمك او مش 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 احنا الستات رامين نفسنا على الرجاله طول الوقت، وده الصح. يعني ده المفروض بالطبيعه، تحبي جوزك فعايزه تكلميه، عايزه تسالي عليه، عايزه. لا، ما بينفعش الكلام ده، لانك بتتاخدي فور جرانتد او بتتاخدي انك مضمونه وموجوده وقاعده، فبيبتدي عنده فكره الهانتنج او الصيد او فكره ان انا عايزها يعني تبقى بتبص لي او تحبني او كده، بتروح. ودي موجوده في كل الرجاله للاسف. نروح لفاصل ونرجع.
ام خالد جاءت شهرتها من انها واحده يعني الفيديوهات اللي انا بشوفها يعني غير الاعلانات يعني والحاجات دي ان هي واحده بتطبخ الساعه 2 بالليل عشان تاكل. الحقيقه انا شفت ام خالد في الحقيقه يعني اول واحده عملت معاها لقاء وانبسطت جدا لما شفتها الحقيقه. مش مليانه، هي رفيعه، فانا مش عارفه ليه حاسه يا ام خالد انك بتطبخي الحاجات دي بس ما بتاكليهاش الساعه 2 بالليل، لان مش ممكن يكون كم المكرونه دي والفراخ والبطاطس اللي بتتحمر اللي بيبقى شكلها تحفه دي اللي بنقعد كلنا نستناها الساعه 2 الصبح نشوفك فيها دي بتتاكل، لانك لو كلتيها مش هتبقي في الحجم ده. يعني انا شفتها كويسه يعني ما يتقالش عليها مليانه خالص. فاديله ادي اديله ادي اديله ادي اديله ادي، وانا متهيالي انك مش بتديله تدي، يعني متهيالي انك بتعمليه تطبخيه في الفيديو وتحطيه بقى في الثلاجه تاكليه لخالد، لكن انت رفيعه. فكره بقى ان احنا بناكل بالليل كلنا، انا متهيالي ان كل الشعب المصري يعني اكلته الاساسيه بالليل، كلنا بنشتغل طول اليوم فبناكل بالليل، كلنا كل ضغوط الدنيا بتخلص فنقعد كده قدام التلفزيون وناكل بالليل كلنا، يعني يمكن قله قليله ما بتعملش كده. الاكل مدمر، يعني الاكل بيدمر بيدمر. يعني في واحده تانية عايزه اجيب سيرتها بس هتزعل مني، هي اصلا ما بتحبنيش، فلو جبت سيرتها كمان هي امه حاجه برضو، بس لو جبت سيرتها هي ما بتحبنيش اصلا وهتزعل. بس انا متخيله ان هي صحتها هتروح خالص من كميه الاكل ومن العادات السيئه اللي هي بتعملها لاولادها في الاكل اللي هي ما ينفعش خالص خالص نعملها او نقتدي بيها. مفيش حد بيقدر يقول لاولاده ما تاكلوش، انا ابني بياكل حاجات كتير قوي مش صحيه مش قادره اقول له ما تاكلش. مفيش ام بيهون عليها انها تقول لابنها ما تاكلش، ولكن لازم الناس تعرف ان في ولاد كتير قوي عندها 12 سنه و13 سنه و14 سنه و11 سنه و ممكن يجي لها سكر، ممكن تتوفى، ممكن الخلايا الدهنيه والشرايين تتسد، ممكن حاجات كتير قوي قوي تحصل للطفل اللي انت بتبقي شايفاه مكلبز ومبسوطه بيه، ده تبقى مصيبه وكارثه. عشان كده من سن 14 سنه او 15 سنه لو عندك ولد او بنت بيعانوا من السمنه لازم تكلمي الفريق الطبي دلوقتي حالا، لان النهارده اللي عنده 14 سنه وداخل على 80 او 90 كيلو، طب قولي لي لما يبقى عنده 20 سنه هيبقى كام كيلو؟ قولي لي لما يكبر ويعاتبك ويقول لك طب انا كنت طفل ومش فاهم ما عالجتنيش ليه؟ اما انت عارفه ان هو مرض وادمان وعاده ما عالجتنيش ليه؟ فضلتي تهزري على شكلي وتصوريني وتنبسطي ان انا مكلبز ولذيذ وحاجات كده زي مثلا اغنيه دبدوبه تخينه واحنا صغيرين، دي كنت بكرهها لان انا كنت دبدوبه. فمره في عيد ميلادي شغلوها لي قعدت اعيط. ايه يعني لما تيجوا عيد ميلادي وتشغلوا لي اغنيه دبدوبه التخينه مبسوطه انا بقى ان انا دبدوبه؟ فيا جماعه ما زي ما الناس فرحانه مثلا تلاقي ابنها بيشتم، في حاجات ما بتبقى جهل فظيع. فلو سمحتوا لو عندكم اطفال صغيرين لازم تكلموا الفريق الطبي دلوقتي عشان لازم يخسوا. ولو عندكم 18 سنه و19 سنه و20 سنه ما تقضوش على حياتهم، ما تقضوش على حياتهم. البنت اللي عندها 18 سنه او 19 سنه عدت ال 100 كيلو حتى لو خسيتهم جسمها يبقى شكله ايه؟ ولسه ما اتجوزتش ولسه ما حملتش ولسه ما عملتش. الحقوا نفسكم. الفريق الطبي اولا مش بس بيخسس، هو بيخسس والوش بيتمتع بنضاره شديده، في نفس الوقت جسمك ما بيترهلش ولا حاجه، ما اعرفش ازاي الناس اللي جات لي خاسه 40 و50 كيلو مشدوده جدا جدا جدا، قال لك احنا بنعرف نعمل وندي حاجات معينه تخلي الجسم مشدود طول الوقت وعندهم اجهزه وعندهم وعندهم. الحاجه الثالثه انك لما بتخس ما بترجعش تاني، وده بيبقى حل ازلي. وكل الناس اللي سمعت ده وكان قاعد جنبها حد وقال لها ده كلام تلفزيون بتاع خسرت، وكل الناس اللي سمعت الكلام كذبت. يعني الناس اللي هتتكلم دلوقتي دي من جمهور البرنامج فهية،
اللي شاف وصدق وجرب. فانا هرجع تاني واقول لك ما تصدقش، ما تجرب، ما تجرب، وشوف الناس اللي جمهور زيك بالظبط بتقول ايه. تعالوا نشوف مع بعض. ايه الاخبار بقى؟ مش ممكن تكوني كنتي تخينه. انا الاول سعيده بوجودي مع حضرتك. انا اللي مبسوطه قوي، شكلك صغير ووشك ناضر جدا ما شاء الله، وشكلك مبسوط جدا. اه خسيتي قد ايه بقى؟ 25. ده رقم كتير، ربع قرن. 25 ده كتير قوي. 25 كيلو يا جماعه، قلت لكم قبل كده لما تحبوا تجربوا هاتوا 25 كيلو طماطم مثلا او 25 كيلو خيار وشيلوهم، شوفوا انتوا كنتوا شايلين قد ايه على قلبكم ومفاصلكم وظهركم. كتير كتير كتير. بس اكيد كنت شكلك حاجه تانية خالص. كنت مليان. اكيد كنت حلوه برضو. لا لا مش زي دلوقتي، ولسه هنزل وبقى احلى. طبعا. انت فاضلك كام يعني؟ كنت كام وبقيتي كام؟ كنت 100 وبقيت 75. طب برافو عليكي. عايزه ايه اكتر من كده؟ عايزه تبقي كام؟ عايزه ابقى 60. برافو عليكي. طب 25 كيلو ده في قد ايه؟ 3 شهور. الارقام يا جماعه فظيعه بالنسبه للوقت. لا انا صغيره وعندي نسبه حرق. بس برضه 25 كيلو ده كتير. وبنزل وبروح وباجي. كده كنت متوقعه يعني انك تنزلي الكيلوهات دي؟ لا خالص. ده رقم برضه كتير حلو. يعني ده معناه ان ال 15 ممكن تجيبيهم في شهرين كمان وخلاص. يا رب. ان شاء الله. ان شاء الله. ودي بقى اللي حواليكي مصدقين ان ده حصل؟ اللي حواليا قالوا لي ده شغل تلفزيونات ومعرفش ايه. شغل تلفزيونات؟ ده شغل التلفزيون ده شغل محترم. واول واحد قال لي جوزي. وانا بشتغل شغلانه مش كويسه؟ ما شغل التلفزيونات ده شغل محترم. جوزي والله اول واحد قال لي ده شغل تلفزيونات ومش عارفه. قلت له تمام انا هجرب. لان انا بطبيعتي اصلا يعني بتفرج على برنامج حضرتك وصدقتك. طب ولما نزلتي 25 كيلو بقى؟ كلام التلفزيونات راح فين بقى؟ التلفزيونات. التلفزيونات معانا حاجه تانية. 25 كيلو ده انجاز، واكيد انت برضو كان عندك عزيمه. كان يعني عندي عزيمه. كنت حابه. كنت حابه. برافو عليكي. كنت حابه طبعا. كنت متضايقه من التخن ليه بقى؟ جسمي تقيل. مش عارفه اتحركي قوي. لا تقيل وبنهج ورجلي انت عندك كام سنه؟ عندي 32. صغيره قوي يعني. ده انت لسه سايبه العشرينات يعني. ايوه يعني 32 و100 كيلو كتير قوي، وبعدين قصيره. ف 100 كيلو 32 سنه كتير طبعا. كتير. بس 75 حلو دلوقتي. لا جميل. وان شاء الله اللي جاي احسن. احسن ان شاء الله. طيب يعني الفريق الطبي قدر ان هو يخليكي تنزلي بالسرعه دي، هل كانوا بيكلموكي مثلا بطريقه لطيفه؟ هل لا الدكتوره نور. انا بسمع بقى عبير وياسمين ونور. انا ما اعرفش حد. نور دي انسانه شيك جدا وبقت تدعمني كتير وتشجعني. يعني هم كويسين فعلا؟ جدا جدا. لا لا والله كويسين. لا فعلا. لا كويسين. انا عارفه انهم كويسين وعشان كده فريق طبي هايل. ببقى مبسوطه يعني. ببقى هو اعلان، بس انا مش عارفه افهمكم ان هو اعلان انا مقتنعه بيه يعني. ان لازم لازم لازم. اصل هي الحاجه مش هتستمر عمرها لو فيك او مش صح. ايوه صح. فاهمه قصدي؟ يعني عمرها ما تستمر سنين. يعني انا صحابي انت خسيتي ازاي؟ لا انا ما خسيتش، انا بقلل من الاكل. انا 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 كده. بس لما لقيت نفسي 25 كيلو قلت لهم لا ده في واحد اتنين تلاته. وجبت لهم ناس كتير فعلا. جبت لهم ناس كتير. كتير جدا. طيب احنا عايزينكم انتوا كمان تكلموا التليفونات اللي على الشاشه وتتكلموا، لان بصوا السعاده اللي انا شايفاها. هات كلوز اب كده. السعاده اللي انا شايفاها في وشها دي وهي لابسه لون تحفه. مش بلبس الالوان دي اكيد. كلنا كنا بنلبس الاسود. غوامق. فلما بلاقي حد جاي لابس فاتح ومبسوط وكده تحس ان الحياه جميله. لا جميله جميله. حاسه ان انا طفله. بجد. بيصغر. طبعا بيصغر حتى في الروح. في كل حاجه. طيب يعني الناس تكلم الفريق الطبي؟ عن تجربه يا جماعه، عن تجربه، عن تجربه. يعني مش التخن اللي بيخليكي تتقلي في المشي؟ لا حضرتك انا معاقه حركيا، ويعني كمان الاعاقه من الوقعه او كده، فالواحد بيقعد بالمده كتير في السرير. انا بقالي سنتين ما شفتش الشارع. منزلتيش؟ لا بس انت نزلتي اهو. ايوه. اهلا بيكي. الله يخليكي يا حبيبتي. ما كنتيش تنزلي ليه بقى؟ وزني تقيل جدا. ما كنتيش بتحركي؟ لا خالص. وحتى في البيت مش بتحرك ولا بنزل. والحمد لله ما لقيت بقى الفريق الطبي.
عند حضرتك، لان انا والله العظيم ثلاثة قسما بالله انا بثق في حضرتك جدا. طب الحمد لله. مصدقية بحب. نزلوكي كم كيلو يعني؟ انا كنت 150. وبقيتي كام؟ لا ده انا لسه من شهر اخدت من الفريق الطبي بقالي يعني خسيت. يعني ما خسيتي كم كيلو؟ 16. بجد؟ المفروض انا اعمل 15. فقد ايه بقى؟ فقل من شهر، لسه هكمل شهر كمان. 15 كيلو فقل من شهر؟ ايوه. يعني لما قالوا كده كانوا حقانيين. أيوة. فعلا. ما انا اللي قلت لهم انا لازم اول حاجه اروح لمدام ريهام يعني عشان هي السبب بعد ربنا. طب يعني لما بيطلعوا يقولوا 15 كيلو في الشهر بيبقوا صادقين فعلا؟ ايوه. لا وحقيقي والله العظيم. وكل تقول والله العظيم الست والله. وكمان الفريق الطبي ده بقى مش عارفه اقول لحضرتك على الدفعه والقوه والحماس اللي بيدهولنا. يعني انا عشان لا ما انت لازم واخده دفعه 15 كيلو في اقل من شهر ده اكيد. الدكتوره عبير ربنا يخليها يا رب. والدكتوره يعني ما كنتيش بتتحركي لما ال 15 كيلو نزلوا قدرتي تقفي على طول؟ حاولتي يعني؟ ايوه. اول ما كده بدات امشي بالعكس في البيت بقى وما نهكش ما يحصل ليش مثلا كان بتعب. بس انت لسه 100 حاجه و30 لسه زياده. لا ده انا لسه كتير جدا. ايوه لسه كتير. بس انا اول يعني في حد ذاته ان انا اقوم اتحرك. حد ذاته ايه؟ انت بطله يعني. اصلا فكره ان انا يبقى ماشي عندك اعاقه كل حاجه بس كنت بتتحركي بالعكاز وكل حاجه. أيوة. وكنت بتقفي. وفكره ان انت التخن يقعدك خالص. أيوة. دي كانت بدايه الكارثه. ايوه دي كانت بدايه وحشه قوي 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 يعني. فاكرين منى الله يرحمها رحنا شلناها يعني باقرب الحلقه دي بقى لما كنا عايزين ونش عشان. أيوة. عشان يشيل لان في ناس في تانية اللي هي البنوته حبيبتي الله يرحمها اللي في اسكندريه اتشالت. أيوة. بونش برضه. ايوه اللي هي توفت. ايوه. فانت كتبتي لنفسك عمر جديد بعد ربنا طبعا. والله بعد اراده ربنا. كلام حضرتك قسما بالله. والدفع اللي هم بيدوهاني الفريق الطبي في منتهى الاخلاق والكلام وقالوا لي هنساندك ونقف معاكي ويشجعوني ويتصلوا بيا يتابعوني. والله والله. ايه يا اسيا عامله ايه ووصلت لحد فين كلت قد ايه؟ مفيش خالص. الاكل ده انا كنت مدمنه اكل جامد خالص. دلوقتي بسم الله ما شاء الله بتاكلي قليل. ها حتى لو حطوا ايه قدامي. احكيلي مثلا كنت بتفطري ايه وبقيتي تفطري ايه؟ انا كنت بفطر حاجات كتير قوي. ايوه زي ايه؟ ما تتكسفيش كلنا بنعمل كده. لا والله باكل فول وفلافل و كام رغيف؟ خمسة. ياه. بجد والله كتير. اربعة خمسة في الحدود دي. عشان اقوم شبعانة. انا باكل اتنين. طيب وايه تاني؟ انا هبقى اجي اكل مع حضرتك عشان اخد العيش. شرفيني يا حبيبتي. وبعدين دلوقتي بقيتي ايه بقى؟ نص رغيف مثلا؟ لا كمان رغيف. والله العظيم بيتحايلوا عليا عشان اكل. ما بترضيش؟ لا انا في كلمه كنت عمري في حياتي ما قلتها. انا ماليش نفس. برافو عليكي والله العظيم. انت عارفه ان هم قالوا لي كده؟ قالوا لي احنا بنعمل تكميم طبيعي اكن واحده دخلت عملت تصغير معده ما بتبقاش قادره تاكل. والله العظيم يا مدام ريم دي حقيقه. طبعا انت ما صدقتيش لان قبل كده اكيد كنت بتقاومي انك تاكلي ما كنتيش بتعرفي توقفي اكل. لا وبالليل بالذات. اكلي طبعا. كله بالليل. اقعد قدام التلفزيون واكل. مع ان انت الصبح ما راكيش حاجه يعني. لا. الصبح زي بالليل. ما انا قاعده يا عيني الصبح زي بالليل في السرير. انت عندك ولاد بقى؟ ايوه عندي. انا جده. والله بجد؟ يعني قصدي عندك حد بيخدمك في البيت؟ جوزي بقى اللي عايزه اكرمه. والله والله العظيم. طب كرميه بقى قولي. حبيب قلبي جوزي ده يعني ربنا يكرمه على اللي هو بيعمله معايا. بجد حقيقي حقيقي هو اللي مصبرني على كل حاجه. وكل حاجه يقول لي انت جميله بجد في كل الاحوال. والله العظيم حتى لو انا نفسيا تعبانه اما هو اللي بيهديني وهو اللي بيجيب لي اكل. بيجيب لي الاكل في السرير. وبعدين ما تجيبلهاش اكل بقى ولا في السرير ولا بره السرير. والله العظيم يا مدام ريهام اول ما اتجوزنا برده ما كنتش كده. برده مش من كام سنه يعني؟ اعاقه حركيه يعني بتاع. احنا دلوقتي دخلنا في حاجه و30. حاجه و30 سنه؟ او 30 سنه في الحدود دي ما شاء الله. والله العظيم ما شاء الله. احنا معانا بنوته متجوزه ومخلفه مع تيام وانا ومعايا مروان ثالثه اداب. ما شاء الله. يعني حاجه احنا عجوز حب عواجيز. ابنك قاعد معاكي لغايه دلوقتي صح؟ هو بقى اللي بيخدمني هو وبابا. يعني طيب لما جيتي اقدمتي على حكايه الخسيه دي شجعك جدا؟
والله والله، وهو اللي حفزني وقال لي لازم. وبعدين مدام ريهام بدل هي اللي بتقول، والله العظيم ثلاثة هيبقى حقيقي. هي رفيع ولا لان مليان؟ معظم هو رفيع جدا بجد. احنا تركيبه غلط. لا ما احنا هنبقى رفيعين زيه. يا رب يا ايوه ان شاء الله يا رب. انا شفت معاهم بصراحه معجزات، يعني ناس تبقى 150 كيلو وفجاه تبقى 90 ايوه و85 ده بجد حقيقه والله. فانا نفسي قوي تبقي انت كده، لان عايزه اقول لك حاجه، حتى لو انت عندك اعاقه، انت عندك ايه، شلل اطفال ولا عندك ايه؟ شال الاطفال بالذات تقدري تمشي عادي خالص. انت عارفه ان في ناس مشاهير وناس كده عندهم شال الاطفال مش باين من كتر ما هم الخسيه وكده بتخليكي تمشي عادي. ايوه فاهمه قصدي. أيوة صح. فانا متاكده ان شاء الله لما تخسي بقى اللي هو المطلوب هتقدري تمشي كويس قوي ان شاء الله باذن الله. بس انا ممكن اقول لحضرتك حاجه؟ اتفضلي. الحافز كمان اللي خلانا اقدم على الفريق الطبي، انا كنت من شهر في مناسبه فرح ابن اختي، وانا ما نزلتش من سنتين من فرح بنتي. أوه. نزلت اليوم ده لفرح عشان ده ابني. وبعدين جيت يعني نزلت من العربيه بطلع الرصيف، ما عرفتش طبعا عشان اعاقتي. ف بنقولوا له بتاع الامن هات كرسي، بيقولوا له هات كرسي يعني اطلع عليه يشيلوني يعني. قال لهم لا ده وزنها صعب جدا والكرسي اتكسر. بجد والله العظيم الحته دي قتلتني. كرسي يتكسر؟ خايف على الكرسي يعني؟ مش خايف عليكي؟ لا قال الكرسي اتكسر وهي حجمها معلش مش هي يعني. بجد والله. شوفي يعني الحته دي قدام يعني انا الحته دي وجعتني جدا، ودي اللي بقى برضو خلتني اصمم. أيوة ان انا لازم اعمل حاجه برضو. وكلم حضرتك على طول تقولي اوعوا خلي بالكم ده كده السمنه دي ده مرض هتموتكم. أيوة. والله العظيم دي حقيقه. وانا كنت خايف قوي عشان الكلام بتاع حضرتك ده. والله بس انا عايزه بقى تنزلي نازله حلوه يعني 16 كيلو طبعا ده بتقول 15 كيلو في اقل من شهر ده برافو جدا. يعني احنا 3 شهور تانيين وهنلاقيكي واحد تاني خالص. حضرتك ده بيبان من 3 ايام. ايوه بحس ان انا بخفيه. ما انت وشك هبطان فعلا. والله من 3 ايام يعني حسيتي بالخفيفه بعد 3 ايام. ايوه. ما فكره كمان ان هقول لك حاجه، احنا لما بناكل الاكل في اليوم الملح بيخزن ميه، الحاجات كلها بترتفع عندنا، الكوليسترول حاجه بتحس ان احنا تقال. اول ما هتخففي في الاكل حتى لو ما خسيتيش بتحس انك خفيفه جدا. مش دايما يقول لك عندي تخمه، مش تقيل، مش قادره اقوم الاكل بتاع. أيوة. الاكل بيتقل جيب. لكن كل ما اكلك يبقى خفيف كل ما تحسي ان انت بتتحركي اكتر وخفيفه ولذيذه. بس مين بقى، ما تقولي لمين، كلنا بنحب الاكل. لا 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 والله بجد اللي يعرف كده حقيقي والله العظيم عندهم مصداقيه جدا. وهم ما انت بتقولي اهو انت كنت مدمنه اكل. جدا يعني حاولتي قبل كده انك توقفي اكل ما عرفتيش؟ كتير. اقول لا انا مش هتعشى. انا مش هتعب بس احط الاكل اضعف جدا. يعني كانت بتاكل 5 رغيف على الفطار بتقول لك نص الرغيف مش قادره اكمله. 5 و4 ده معناه انك هتنزلي بسرعه شديده. ايوه يعني مش هتصدقي النزول اللي انت بتنزليه. والله لو اتحط ايه قدامي عمر في حياتي. طب ما عايزين الناس تقدم زيها كده بجد على الحكايه دي. انا والله جيت يوم ما قررتي بعد موضوع الكرسي ده. ده اللي شجعني وحضرتك. قلت فعلا هي بتقول كده يبقى انا هموت من لا بعد شهر بجد. لا حقيقي انا ببقى سخيفه ساعات انا عارفه بس لا يا حبيبه قلبي لا ما اقصدش يعني ببقى خايفه على الناس بجد. لا ده دي حقيقه ده دي. طب ما دي انا اشكر حضرتك عليها فعلا. طب ما هي دي اللي شجعت. عملت فيا كده وشجعتني. انا كنت اما بنام واجي اتقلب ابقى انهج اقوم نفسي مش عارفه تاخدي نفسك. مش عارفه اخد نفس. دلوقتي الحمد لله ما حصليش حاجه دي خالص. طب الحمد لله ان احنا لسه ما خسيناش يعني الخسيه وحسيتي ان في فرق. الحمد لله كبير جدا. يعني هم فريق طبي كويس جدا جدا والله العظيم. يعني تنصحي الناس بايه؟ طيب اقول لهم يا ريت والله العظيم عندهم مصداقيه وناس حقيقيين غير يعني غير معاملتهم واسلوبهم وطريقتهم واخلاقهم جميله جدا وبيجيبوكي بالراحه. ولو انت حاجه زعلتك يعني مثلا انا اتضايقت ان انا الحاجه يعني ما عرفتش اقاوم عليها تقولي لا اصبري هتبقى طعمها حلو هتبقى حلوه. أيه. طب خديها مش عارفه بعد قد ايه كده.
الدكتوره عبير. انا مبسوطه قوي 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 ان انت مبسوطه، دي اول حاجه. انا فرحانه جدا بصراحه. ربنا يخليكي. تاني حاجه ان انا مبسوطه ان حد 150 كيلو ووصل ان هو ما بيتحركش لم تستسلم، يعني ما قالتش لا انا بقى قاعده ومش بتحرك وبقيت 150 كيلو وكده كده عندي شلل اطفال فانا كده كده ايه حركتي تقيله. لا، ست نزلت ونزلت 16 كيلو ولا 15 كيلو في اقل من شهر، وخدت العكاز وقفت على رجليها وجات لنا النهارده اهو ماشيه على رجليها عشان اقول لي ونزلت الشارع. الف شكر. ربنا يخليك والله العظيم. عشان اقول لحضرتك والدكتوره صفية والفريق الطبي كله انا بشكره جدا جدا جدا، والدكتوره عبير عشان هي اللي متابعه طبعا الحاله. هي اللي عارفاني، بشكرها جدا جدا. انا اللي بشكرك انك شرفتينا النهارده، يا قلبي. وعايزه بقى اشوفك قريب جدا واحنا نازلين مثلا 40 كده 50 كيلو ان شاء الله. حاجه لحضرتك ماشيه مش ان شاء الله يا حبيبتي باذن الله. حبيبه قلبي يا حبيبتي، بشكرك جدا. الله يخليك. شكرا لحضرتك. انت شكلك صغير قوي، عندك كام سنه؟ 34. لا شكلك اصغر. اصغر؟ اه. انت عشان عسوله شايفاني اصغر. متجوزه؟ اه. مخلفه؟ معايا 4. 34 و4؟ انت يوم امتى؟ ده سبب التخن طبعا. اه طبعا. لكن كنت رفيعة قبل الجواز؟ لا ما كنتش رفيعة قوي. يعني كنت كام كيلو مثلا؟ لا مش فاكرة بالجواز كام، بس يعني هو انا بعد ما خلفت بقى ضربت ضربة وحشة. ما انت عشان اكيد الاربعة ورا بعض ولا ايه؟ اه جمتهم ورا بعض. طيب وكل مرة كنت بترجعي تخسي ولا كنت بتكملي عليه على التخن؟ لا كنت مكملة بقى. اه يلا. اه. لا كنت قاعدة في البيت على طول بقى ازقز لب وقاعدة. اه ده بيتخن قوي اللب ده. انت ما انا وقفته. بس انا بحبه برضه. طب ايه اللي خلاكي تقرري بقى؟ بصراحة حضرتك. بجد؟ بجد والله. مقنعة؟ ايوه بجد والله. انا شفت حضرتك الحالات اللي بتجيبيها والفريق الطبي فقلت لجوزي. فقال لي ده كلام تلفزيوني. برضه. ما تخيلتيش بقى انك هتبقي حالة من الحالات. لا والله خالص خالص. مش عارفه انا قاعده قدام حضرتك ازاي اصلا. فالمهم قعدت اتحايل عليه، والله يا بنتي ده كلام التلفزيونات بيضحكوا علينا. قلت له لا انا بصدق ريهام سعيد وانا بحبها، فانا بصدق هي ما بتكذبش بامانه والله. فالمهم قعدت اتحايل عليه شويه لحد ما صرفنا بقى وجبته، وما كانش عارف صراحه كانت انا اجيبه. خسيتي ايه بقى؟ انا جبت إيه؟ يعني كام كيلو؟ انا كنت 115 وبقيتي دلوقتي 95. بجد والله. يعني 20 كيلو في قد ايه؟ بشهرين. طب برافو عليكي والله. طب وقال لك ايه دلوقتي؟ ها كلام التلفزيونات ايه بقى؟ فين هو جاي معاكي بره؟ لا اطلع له. طب لما نزلتي قال لك ايه بقى؟ لا هو فرح وكان بيقول لي طب ما فيش حاجه الكرش انا راخر. طيب يعني صدق بقى. أيوة خلاص. صدق. وكمان صحابي كتير في المنوفيه يعني اديتهم الرقم وبقوا جابوا خسوا والله. ومرات اخويا راخره خست وجميله. انا عرفتي تيجي عشان عيلة صغيره. يعني انت وديتي العيله كلها؟ اه ده انا واصحابي كلهم بقى يوقفوني في الشارع واديهم رقم دكتوره نيفين. اه بشكرها قوي قوي دكتوره نيفين بجد. انا بسمع اسامي ما اعرفهمش. لا دكتوره نيفين بجد بامانه يعني ما اتصل في اي وقت ولا تشخط فيا ولا تزعق. لا دي صبوره معايا وحتى لو ما ردتش عليا وسالقها بترني معلش كان معايا تليفون. اه بصراحه يعني. ودكتوره صفي يعني بامانه ربي يبارك لهم. وانا يعني فعلا الناس كويسه. لا بجد والله ولا حد قايل لي حاجه ولا حد. والله الناس بتقسم بالله. والله ولا حد قال لي قولي ولا عيدي. انا سايبه ولادي عشان اجي عشان انا بجد فرحانه ونفسي وانا مكمله ان شاء الله. ايوه لازم. عايز تبقي كام بقى؟ انا نفسي ابقى 70 65. 65 يعني عايز 30 كيلو كمان. بس هقول لك حاجه، انت كنت 115 بتقولي يعني نزلتي 20 كيلو في 3 شهور، عايزه كمان 30 كيلو. شهرين. شهرين كمان. طب يعني عايز 3 شهور تانيين وخلاص. يعني خلفتي الاربع اطفال على كام سنه؟ معايا بسمله في اولى اعدادي، ياسمين في 6، وسيف في 4، وفارس في الحضانه. طب يعني نقول على 11 سنه مثلا. يعني 10 سنين. متجوزه بقالك قد ايه؟ متجوزه بقالي 18 سنه. 18 سنه. يعني تخنت على مدار 18 سنه وهتنزل كل ده في 5 شهور. فيها في احسن من كده؟ لا بجد بامانه. يعني في اجمل من ان انا اقعد شايل عبء 18 سنه واجي في 5 شهور احل مشكلتي خالص وابقى حد تاني؟ اكيد جوزك مبسوط. وبلبس هدوم بناتي دلوقتي. ايوه انا بقول لك شكلك أيوة. صغنن خالص بالازرق اللي هي لابساه ده والسديري متقمصه في طفله. الله يخليك. يعني فريق الطب ده كويس؟ ايوه بصراحه فريق الطب انا بقول لجماعه اي حد وان انا حتى ان انا اقول لهم خدوا الفريق الطبي يعني نصيحه مني ليكم.
جايلنا النهاردة مجموعة يعني هايلة جدا وأرقام عالية جدا، 25 كيلو في شهرين و20 كيلو في شهرين، وإيه اللي حصل؟ زي ما وعدناكي وفينا. زي يعني ما انت قلت لنا انتوا قد الكلام ده وهتنفذوا ولا لا، احنا كفريق طبي نفذنا وجبنا الحالات، و150 كيلو كانت متقاعده مشيت عليها. يعني برافو والله. وبعدين اللي بيميزكم كمان ان كل واحده قعدت قالت اسم دكتوره مختلف. ايوه فعلا. يعني دكتوره عبير، دكتوره نور، دكتوره ياسمين، دكتوره صافي، دكتوره نبين. هبه، دكتوره نبيين، دكتوره يس. فده معناه ان انتوا كفريق طبي احكي لي كده متفقين تعاملوا المرضى ازاي؟ ايوه، في بروتوكول، في هدف، في امانه في التعامل. وده اللي بنخليه في كل مره هدف اساسنا، ان احنا ننزل بالوزن بامان من غير مشاكل صحيه ونبقى قد التحدي. طب وازاي كلكم ظراف مع الناس؟ يعني بتقول لك الحالات كلها انسانيه فوق ما تتخيلي. الحالات انسانيه وبتلمسك جدا لما تكون في مريضه جايه متقاعده وبتبكي، وتلاقي دكتور هشام يقول احنا هنتبنى هذا، او هنمشي ما وراء هذه الحاله، او هنعمل كذا، او مثلا ركزي معاها على النقطه الفلانيه علشان بطنها بتنزل كويس، تعرف تفك ظهرها ولا تفك يستقيم. ربنا بيكرمكم عشان كده. طبعا الحمد لله، ده كرم من عند يعني ربنا. يعني تمييزا عن ناس تانية ان انتوا بتعاملوا الناس بما يرضي الله، فبالتالي ربنا بيوفقكم ان انتوا تتخصصوا الناس، لان انتوا ممكن تبقوا فريق طبي كويس وتفشلوا برضو. ايوه، تبقى ما فيش لما بيكونش في انسانيات، يعني في هو التوفيق من عند ربنا برضو. التوفيق من عند ربنا نمره واحد طبعا. ولما بتعاملي الحاله كحاله واحد زائد تساوي اتنين من غير ما تشوفي حالتها النفسيه، والحته دي بتفرق جدا. انت شايفاها حد قاعد ما فيش حرق خالص، بتعيط كتير جدا، الاكل طول النهار هو متعتها الوحيده، ما بتقولي انا ما بعرفش اشبع. يعني احنا في بندرس ان دي ما بتعرفش تشبع، دي ليها حاجات او ليها تكنيك معين في ان انت توصليها نقطه ان هي ايه ده، بتاكل وبتشبع. بتشبع وبتقوم والدنيا تبقى طبيعيه. ده حتى لو انت عندك مرض بيخليك تفضل تقول لنفسك لا ده انا عندي كذا، فمش ده اللي بيتكلموا عنه. لكن احنا هنسال دلوقتي دكتوره صافي، الناس اللي عندها غده درقيه، اللي عندها كسل في الغده، اللي شايله الغده خالص، اللي عندها سكر، اللي عندها ضغط، اللي عندها اللي عندها، كل ده ينفع؟ كل ده ينفع طبعا. عندهم حتى اللي شايل الغده. اللي شايل الغده، اللي عنده سمنه مفرطه، سمنه وراثيه، اللي شايف ان البيت كله شكل واحد، اللي عنده السكر، التكيسات، اللخبطه في الهرمونات، الكلام ده كله مقاومه الانسولين، كله بيتعالج. شبح الاكل، كله بيتعالج. يعني كله مفيش حد قاعد دلوقتي قدامنا يقول لا اصل هما اللي بيتكلموا عنهم دول ناس طبيعيه، احنا مش ناس طبيعيه. حاله خاصه بالظبط، احنا بقى بتوع الناس اللي مش طبيعيه. ايوه. احنا متخصصين حالات صعبه، كل حالاتك صعبه. ايوه انا لسه بقول لها. شايفه ان احنا كده طول حياتنا حتى في الامراض الحمد لله يعني بيجيلناش غير الصعب. الصعب. الحاله اللي كانت بره بتعيط بتقول لي، كنت بشوف التقارير او بشوف الصور مع مدام ريهام، كنت بقول هل يعني يا ربي ممكن انا ابقى كده في يوم من الايام؟ ممكن اقوم من على السرير بس كده اقعد نص قاعده؟ هي نايمه. اتحركت نايمه الحمد لله. خالص. عايزه اقول لك ان هي لما نزلت على السرير عملوها فرح والله. نزلت على السرير ونزلت الشارع، يعني نازله بقى عشان هتصور. فعملوا لها زيطه وزمبليطه. قلت لها ما صورتيش ليه الكلام دي؟ بتورينا. قالت لي جيراني كلهم مش مصدقين، هي ست عندها اجتماعيات حلوه، هي طيبه قوي. وادمن في جروب كبير قوي هي عاملاه، ففي حبايب وناس بيحبوها كتير قوي قوي قوي. فعايزه اقول لك ان هي بتقول انا عبال ما لما نزلت وريت جايه اصور اول مره من كام سنه، من اربع خمس ست سنين، اتحركت حركه بني ادم مستقيم طبيعي. والحاجات القديمه لبستها والحاجات بتاعت الايد اللي هي السندات مسكتها بعد ما كانت قاعده نايمه على ظهرها. كانت معانا الحاله دي النهارده. يعني فكره ان انا اكلم الفريق الطبي فشهرين واقف على رجلي بعد ما كنتش بتحرك، ده انجاز رهيب. طبعا بتقول لي انا كنت ببقى قاعده بطني جنبي، هو انا مش مصدق اصلا ان الموضوع ده هيبقى كده. يعني انا مبسوطه ان قدرنا شويه البرنامج يغير فكره الوعي ان التخن ده مش شكل ولبس وكده، لا انه صحه وقدره على الحياه. يعني لما ست تبقى قاعده متقاعده ما بتتحركش خالص، ايوه، وبعدين فجاه تخلوها بعد ربنا انها تقف على رجليها، ده يبقى في مشاكل كتير قوي ناس حاسه انها مش سببها التخن هتعدي. ايوه. يعني في ناس بتعاني من صداع مثلا، مش عارفه ان ضغطها عالي عشان ودان الاكل. واحده كانت عندها ضعف السمع، نسيت اقول لك الحالات دي كانت غريبه جدا. ايه قولي لي؟ كانت عندها ضعف السمع بسبب التخن. ازاي بقى؟ الكوليسترول عالي ودان في الشرايين وعامل مشاكل على الاعصاب والدم ما بيوصلش، والدكتور قال لها روحي خسي. بجد؟
بجد رغم ان انت اصلا سمعي. هي دي اول مره بقى يعني قلت ايه بتاثر على الشرايين. ده حقيقي. اثر على السكر بياثر على النظر. لكن تقول لك ايه ما بتسمعش يعني الشرايين اتجلطت لدرجه ان الدم ما بيوصلش للاعصاب. ايوه الدكتور قال لها تساعديني جدا جدا لو نزلتي 10 كيلو. وفعلا لما خست هي كانت تخينه جدا. هو بيقول لها كده في البدايه 10 كيلو سحبت بقى في الوزن ونزلت. تقول لي فعلا انا ما كنتش عارفه اسمع حاجه خالص زمان. طب شوفوا يا جماعه يعني الى اي حد عايزين تثبتوا ان الموضوع مدمر. اما حتى السمع بيتاثر بالتخ. طبعا طبعا الاعصاب والشرايين والبلاد سبلاي للمخ والتوصيل الاطراف الدم وكل الحاجات دي بتاثر بالدوره الدمويه. لو مليانه دهون والحاجات دي فيها مشكله ودوالي والتهابات اكيد طبعا بتتاثر. طب خلينا نوعد الناس تاني بعد الحالات اللي شافوها النهارده. انت لو هم كلموكي على التليفون اللي موجود على الشاشه ده دلوقتي حالا هينزلوا قد ايه مهما كانت مشكلته؟ خلينا نقسمهم كده بين قوسين. لو فوق ال 150 140 ودي الحالات اللي بحبها جدا وانا عايزاها تبتدي على طول دلوقتي وتتصل ممكن تنزل في الشهر من 15 ل 20 كيلو في الشهر وبتحدي. لو كده تاني 150 160 دول الناس اللي فعلا محتاجين ايد مساعده ومحتاجين مساعده فوريه. احنا بنتكلم على 20 كيلو في الشهر من 12 ل 20 كيلو في الشهر. الحالات المتوسطه 90 105 107 80 70 دول نتكلم على 10 كيلو ل 12 كيلو الماكسيمم. حلو ده لو 8 في الشهر. لو 8 يبقى حلو جدا لانك ما بترجعش يعني في ناس بتبطل. انت كنتي حطانه قبله الاوزان الثقيله. حقيقي انا بقيت اشوف حاجات فعلا. بس عايزه اقول لك ليه ما ينفعش نعملها بالاوزان. يعني في ناس قصيره جدا يعني مثلا لو جبنا واحده 150 سنتي وهي 100 كيلو دي هتبقى مليانه جدا. بالظبط. او 120 كيلو هتبقى مليانه جدا جدا جدا. الافريج طول مثلا انا مش بتكلم على 150. لكن هو الوزن مع الطول انت عارفه لو 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 انت قليله ووزنك كبير زي بالظبط الطويله اللي وزنها قليل. ف اي حد مبالغ 150 يعني فوق الثلاث ارقام. اي حد فوق الثلاث ارقام 100 101 102 103 مهما كان طول ده مش منطقي. بس انا بشوف ناس برضو عند 90 و95 انت بتنزليهم بسرعه جدا. ايوه كان معانا واحده النهارده 20 كيلو في شهر. لا انا اوعد الناس. انت قلتي توعدي الناس بايه؟ كلام يبقى انا. طب الناس بقى ال 90 و80 كده قلتي من 10 ل 12 كيلو. طب في اكتر من كده؟ جربوا هتخسروا ايه؟ برضو مش صعب يعني جربوا لمده شهر مش هتخسروا اي حاجه. حتى لو انت قاعد جنبك واحد بيقول لك يا عم ده كلام تلفزيونات يا عم مش عارف ايه. انا شايفه ان التجربه لطيفه جدا ناجحه جدا 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 وما فيهاش اي مشكله وفعلا الموضوع سهل فعلا. التخسيس سهل جدا جدا بس انت تاخد القرار وتنسى تجاربك الفاشله وما تروحش على اماكن غلط وتتهم الناس ان انا ما بخسش وتجيب كل المشاكل في نفسك. لا ابتدي تاني انت شايف مصداقيه كامله وحالات جديده على طول. يعني في دفعه وفي ناس كتير قوي بيتحركوا وبيخسوا فتدور عليك مش اتنين تلاتة انت بتقوم بتتفرج عليهم. ده كمية بشر كتير. البرنامج هنا بيحتوي على مصداقية عالية لان احنا عندنا كمية ناس حقيقية كتير في كل منطقة في مصر. فالنهاردة احنا بنقول للناس تتحرك وتاخد القرار لان الموضوع سهل جدا جدا واحنا بإذن الله هنقدر على قد ما نقدر نوفي بوعدنا.